بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ويظل المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يسمى عند الله كذابة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في ملك وكتابة ولقاء الاثنين وحلقة كاشفة للأكاذيب. يمكن بدأها المهندس عدلي بمنتهى الوضوح وبمنتهى التأسيس أيضا على كيف حرم الله الكذب وبما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الكذابين. طبعا هو يعني حتى لما سألوا أستطيع أن أسرق، أستطيع أن أقتل، أستطيع أن أزني، أيكون نعم، أيكون نعم، المؤمن نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ لا، ليه؟ لأنك أنت لو كذاب هتعمل كل ده، لو مش كذاب هتخاف انك تعمل ده عشان لو سئلت مش هتكذب. الكذب ابو الشرور، وعندما يكون الانسان كذاب فهو شرير، هو يعلم ما يفعل. إذن هي حلقة مهمة، واضح من بدايتها هي حلقة ضد الكذب، ضد الافتراء، ضد الاباطيل، ضد الاراجيف، حلقة كاشفة لكل الحقائق وبالمستندات. هناك خمسة عناوين. موجة الكذب تغرق أصحابها. تصريح خروج جماعي من المستشفى. في أكتوبر كلهم ولاد 10. وقالوا كمان شد الحزام. وأخيرا المنتخب وفوز يؤهل للكان إن شاء الله. باشمهندس، حلقة فيها خمس موضوعات مهمة، لكن خليني أنا في البداية أقول لك في إطار العلاقات التنافسية الشريفة العربية الحقيقة، وقبل المباراة المهمة للأهلي مع وفاق ستيف الجزائري اللي هتكون في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيبعث ببرقيه تعازي الى عز الدين اعراب رئيس نادي وفاق سطيف في عزائه لوفاه السيده والدته، ويتقدم رئيس الاهلي واعضاء المجلس بخالص التعازي لاسره رئيس نادي وفاق سطيف داعيا للفقيده الرحمه وللاسره الصبر والسلوان. وبدورنا هنا من هذا البرنامج في قناه الاهلي نشاطر السيد رئيس مجلس اداره نادي وفاق سطيف و كل أشقائنا في الجزائر في الفقيدة العزيزة رحمة الله عليه. الأهلي هيغادر للجزائر إن شاء الله صباح الحد اللي جاي. الفريق هيتوجه ببعثة مكتملة العدد للقاء وفاق سطيف، هيكون يوم 23 إن شاء الله. الجهاز الإداري للنادي الأهلي أنهى كل الإجراءات الخاصة بالسفر. السفر هيكون الساعة 9 صباح يوم الحد المقبل إن شاء الله 21 أكتوبر، يعني قبل المباراة بيومين. تم التواصل في الفترة اللي فاتت مع السفارة أو التواصل مع السفارة المصرية في الجزائر للتنسيق بشأن فندق الإقامة وملعب التدريب وكافة احتياجات البعثة في الجزائر. عارفين حضراتكم إنه المباراة الأولى انتهت بفوز الأهلي 2-0، وهيلعب الأهلي مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات لتجربة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، بينما يحصل الفريق على راحة يوم الأربعاء إن شاء الله، ثم يستأنف التدريبات يوم الخميس. نتمنى التوفيق، نتمنى يعني عودة المصابين، نتمنى عدم تغذية المستشفى بزبائن جدد. إذا كان الأهلي مكتمل الصفوف هيستطيع، ولو إن في غياب مؤثر خلاص مؤكد بتاع علي معلول، يعني أعتقد إن النادي الأهلي قادر بإذن الله على انه يجتاز هذه الخطوه دي مهمه، خلاص يعني هتوصلك النهائي. في النهائي بقى يكون لكل حديث او لكل مقام كلام، ويبقى النادي الاهلي عنده وقت يرجع المصابين. وان كان تاثير البطوله الافريقيه واضح على اختيارات حتى القوائم المحليه والعربيه والمنافسات الاخرى بالنسبه لمستر كارتيرون، مأثره عليه جدا. عمال يركز على اللعيبه اللي في القائمه والبدائل بتوعهم. وهو مضطر لهذا. بمجرد ما باذن الله تكسب البطوله
هنشهد أهلي مختلف بإذن الله تعالى. يمكن على ذكر الإصابات والمرحلة الصعبة اللي بيمر بيها فريق الأهلي حاليا، كل التحدي اللي بتواجه الأهلي مش بس في المنافسات، حتى على صعيد المهام الإدارية الكبيرة. المهام الإدارية الكبيرة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، يمكن الفترة اللي فاتت زي ما قلنا لحضراتكم قبل الاحتفال الكبير اللي أقيم لتكريم قادة وأبطال حرب أكتوبر من أعضاء النادي الأهلي ومنتسبيه، حرص الكابتن الخطيب على الحضور، لكنه في الفترة الأخيرة الحقيقة عنده آلام شديدة كانت في العمود الفقري، حالة دون حضوره الدائم للنادي، وهيضطر الكابتن الخطيب لدخول أحد المستشفيات غدا علشان يتم حقن حقنة بالإشعاع. هو راجع كان الدكتور عمرو ناصف فترة اتفضل جهاز الدكتور عمرو ناصف الطبيب اللي هيقوم بإجراء هذه الحقنة، حقنة بالإشعاع في أحد مراكز الأشعة الكبرى، بعد فترة علاج خضع عليها الكابتن خطيب تحت إشراف ومتابعة الدكتور ياسر المليجي أيضا، كل ده انتظارا لمرحلة تكون مناسبة إن شاء الله في الفترة اللي جاية للسفر إلى ألمانيا، لأنه من الواضح إنه كابتن الخطيب هيكون مضطر إنه يعاود زيارة الطبيب الألماني اللي كان أجرى له عملية العمود الفقري، لكن بالتأكيد بعد الانتهاء من بعض الارتباطات المهمة يا باشمهندس. هو الكابتن الخطيب لما راح لفترة العلاج الأولى ما خدش العلاج بالجرعات الكاملة بتاعته. أيوه. واضطر يرجع وقتها، كان في ظروف خاصة تخص النادي كان لازم من تواجده. فرجع، ورجع الفترة كمان بتاعة النظام الأساسي للنادي اللائحة اللائحة خدت مجهود كبير جدا وجولات مكوكية ومجهود بدني مؤكد ان أثرت حتى على المرحلة العلاجية اللي كان خدها. فهو يعني يعاني من آلام شديدة، لما تقابله هتلاقي رجله لا تعبان جدا، وفي كل الاحوال المره دي بقى المفروض ان هو اذا راح يتعالج يتعالج صح ويرجع علشان الامور بالنسبه له تتنظم، وفي نفس الوقت ما يضطرش كل شويه يروح يعمل حاجه. الف سلامه للكابتن الخطيب، وباذن الله كل الاهلاويه يطمئنوا عليه. لاتحاد كره القدم حدد مواعيد المباريات المهمة في الدور اللي جاي، دور ال 16. المواعيد الاهلي حضراتكم عارفين انه هيواجه الوصل الاماراتي، اتحدد للمباراة الاولى في القاهرة 20 اكتوبر يعني 28 هذا الشهر، الاهلي والوصل الاماراتي في القاهرة. يرجع يعمل مباراة العودة في دبي هتبقى 22 نوفمبر. الاتحاد السكندري هيلعب مع الزمالك يوم 27 اكتوبر في الاسكندرية ويوم 30 نوفمبر في القاهرة. الإسماعيلي هيلاعب الرجاء المغربي 29 أكتوبر في الإسماعيلية و11 ديسمبر في الدار البيضاء. المريخ السوداني مع اتحاد الجزائر 20 نوفمبر الخرطوم 10 ديسمبر الجزائر. النصر السعودي مع مولودية الجزائر 6 نوفمبر الرياض 27 نوفمبر في الجزائر. الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي هتكون 27 أكتوبر في الدار البيضاء و8 نوفمبر في سوسة. الهلال السعودي مع النفط العراقي 29 اكتوبر في الرياض و30 نوفمبر في اربيل. سطيف الجزائري هيلاعب اهلي جده 28 اكتوبر في سطيف، والعوده هيكون 4 ديسمبر في جده. اللغط اللي اثير الفتره اللي فاتت كتير حوالين لاعيبه شمال افريقيا، هيعتبرهم الاتحاد الكره المصري محلين ولا لا في يناير؟ المهندس هاني ابو ريده في تصريحات ليه كشف عن حقيقة اعتبار لاعبي شمال افريقيا محليين، واوضح ابو ريده في تصريحات صحفية من سوازيلاند حيث وجوده مع بعثة المنتخب ان القرار لم يتخذ بعد بشان اعتبار اللاعبين المحليين او لاعبي شمال افريقيا محليين، وقال لن يتم تطبيقه في يناير كما تردد. المشكلة انه اللي تردد ده كان على لسان الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس ادارة الاتحاد، وكان ينقل ما جرى في اجتماعات اتحاد شمال افريقيا في شرم الشيخ. قال المهندس هاني ابو ريده ان هذا الامر لا يعد كونه مجرد دراسه بعيدا عن التطبيق. وكشف رئيس الاتحاد حقيقه ما حدث، حيث كشف رئيس الاتحاد التونسي عن قراره باعتبار لاعبي شمال افريقيا كمحليين في تونس، واكدنا
انه مقترح جيد وسيتم دراسته للعمل به بالمثل حتى يتم رفع معدلات تداول اللاعبين. اتفضل. يعني رايه خلاص اتقال اهو. مساله توقيت التطبيق هي الخلاف. مقترح جيد. لابد من اشراك كل الاطراف اللي هيصيبها هذا القرار. هيعمل حاجه واحده، انا مش ضده على فكره. بس انا قلقان من حاجه واحده. لانه هيغلي اللعيبه جدا. وهيمنع الانديه من انها تاخد العوائد الضخمه مقابل انتقالات اللاعبين. ايوه. لان العرض هيكون كتير. ايوه. نتمنى الدراسه بس تكون شامله في كل الوجوه. هنا في ملك وكتابه يمكن المهندس عادل الحقيقه من فتره حدثني عن ناشئ في قطاع الناشئين اسمه شادي. وقال لي ده في موهبه تحت اعتقد 17 سنه لكن حاجه ما شاء الله. اعتبرنا انه زي كثير من المواهب اللي محتاجه رعايه خاصه لانه الحقيقه كتير من هذه المواهب في السن الصغير بيبقى بارع جدا الناشئ وبعد كده ما يكملش بالمستوى المأمول منه. لكن صحيفه الجارديان الانجليزيه الكبيره وضعت الناشئ الاهلاوي شادي رضوان ضمن مجموعه من اللاعبين يمكن 60 موهبه منتظره، هو اخر واحد على اليمين تحت. دي صورته كما نشرت في الجارديان. كان في ماتش بالامس تم اذاعته على قناه النادي الاهلي وماتش معاد وتتفرج على موهبته احرز هدف. لا لا مش ده، لا لا ده هو جاب له هدف تاني. لا لا ده في هدف من الاهداف اللي طلع بذاكرتك يعني حاجات بتاعت لعيبه يمكن يكون ده اهو. شفت بص شفت التمييسه التفويته ما شاء الله وبعدين يروح داس عليها مرقص ثاني الراجل عكس الاتجاه وبعدين يبص ويلعب. يا ريت تتعاد لنا تاني دي يا جماعه. دي موهبه فيها رؤيه، يعني هو مش لعب كرة على لعيبة جت جون جميل، لا ده هو عمل ثلاث تصرفات في الكرة دي، ادي الاولانية فوتها لنفسه وراح موقفها فالراجل متوقع هو افتكره هيشوط على طول. هنا المهارة المركبة هي اللي بتقول لك ان اللعيب ده عنده حاجة ولا لا. لكن طبعا مش معنى كده الدنيا مش مهارات بس. ايوه الدنيا شخصية، الدنيا لياقة، الدنيا التزام، الدنيا طموح، الدنيا انكار للذات، الدنيا تواضع. يا شادي لو عملت الحاجات دي مكانك يا ابني هيبقى في حته ثانيه. حته ثانيه مش جغرافيه، حته ثانيه في كره القدم. شادي رضوان وفي كذا واحد بقى. بما انك في واحد اسمه صلاح. افتكره برضه. طيب. ناحيه الشمال كده. هقول لك على شادي عشان هنتكلم على الفكره على بعضيها. شادي رضوان تحت 17 سنه بيلعب جناح ايمن وجناح ايسر، يعني مهاجم يجي من اليمين ويجي من الشمال. ما بيلعبش راس حربه صريح لكنه هداف بشكل واضح. هو هداف البطوله. خد لقب هداف الدوري الموسمين اللي فاتوا، سجل 28 هدف وفي الموسم الاخير سجل 20 هدف، حاليا سجل 14 جول وصنع 8 مع فرقته. كل اللي بيتابعه شايف موهبته العاليه، اداؤه فيه شبه من وليد سليمان وهو بيعتبر محمد صلاح نجمه المفضل. الجارديان يمكن سمته اللاعب الفراري نسبة أو بسبب سرعته العالية. المهندس عدلي قال في أكتر من حد في موهبة شادي أو على نفس لا مختلف في واحد، في واحد سريع جدا جدا وعنده مهارة برضه. صلاح ده 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 يعني قريب قوي هتسمع عنه. لصلاح والشادي ولكل ناشئ موهوب. أنا مش عامل جرد عشان لكل شبابنا الحلو في مواهب هايلة بالظبط وفي المغربي وفي العربي وفي أحمد أشرف وفي كذا في الفرقة دي مليانة، لكن كمان الفرقة اللي فوقيها مليانة. ده 97 الله يكون في عون النادي الأهلي السنة الجاية. عشان كده هذه العناصر الموهوبة هي في مرحلة أتمنى انه يتم التعامل معاهم بنوع من العنايه والرعايه الدقيقه. دي سن صعبه جدا. والناشئ من دول لو صدق الكلام اللي بيتقال عنه ودماغه تقلت هيروح في سكه تانية خالص. اكم من الموهوبين كانوا اعلى من كده بكتير جدا جدا
وما كملوش او ما كملوش مع الكره بالمستوى اللي يليق مع الموهبه اللي هم فيها. المهندس عدلي اشار ان الموهبه لوحدها مش كفايه، الشخصيه مهمه جدا، التواضع مهم جدا، حب الزملاء، حب زمايلك، الالتزام بقواعد النادي، الالتزام بنظام النادي، الالتزام بضوابط الفريق، الالتزام بالعمل الجماعي، كل الحفاظ على صحتك، كل اللي انت شايفه مهم جدا. الكود الاخلاقي يا استاذ ابراهيم هو اللي بيعمل العظماء. ياما مواهب وما كملتش، انما لما يبقى، ولذلك والله لابد من الدراسه دي، لابد ان يضم واحد يعرف يعد الشباب الصغار ده اعداد نفسي لما هو قادم من شهره واحترافيه ونجوميه ومسؤوليات. لازم الشاب يبقى طالع عارف تاريخ النادي، معتز بيه قوي، عارف ان هو ممكن يبقى حلقه في سلسله كبيره جدا. انا يعني لابد من اضافه مش واحد بتاع يعني اخصائي اجتماعي، لا نفسي اللي هو بره يعني يعد نفسي. هقول لك حاجه، يعني كان في لعيب اسمه اجاسي بتاع تنس، جاله وقت بقى نمره 3 ونمره 4، غير المدربين وجاب واحد كده نفسي قعد جنبه حطه في حته تانية يعني. وكلهم ابتدوا يعملوا يعني كل الالعاب الفرديه بتجد الشخصيه دي موجوده في الجهاز الطبي بتاعه. شوف عمنا من القصه دلوقتي في الاربيز بيفكرني بمحمد عبد السلام الناشئ اللي كان تقريبا مواليد 87. ايوه وكان عليه كلام اكتر من كان ده. في الجيل بتاع مؤمن زكريا واحمد عادل عبد المنعم وشبيطه والمجموعه واحمد شكري، المجموعه اللي كانت مميزه وقتها. وانا حكيت يعني قصته حتى في فرنسا في مارسيليا لما رحنا شاركنا في الدوره اللي هناك وخد احسن لاعب في مارسيليا، وكان الفرنسيين وقتها لما قالوا له يعني زين الدين زيدان خد احسن لاعب في الدوره دي وهو في سنك وهو اصول عربيه، نتمنى ان شاء الله هنا وتبقى احسن لاعب في العالم زيه. كان عنده هذه الموهبه اللي فيها شادي واللي فيها غيره، ليه ما كملش؟ لانه حصل عاش تكثيف اعلامي، عاش المسؤوليه، عاش الدور ده، عاش انه هو احسن لاعب، عاش بالظبط. ويعني اول ما بتصدق انك وصلت او ان انت حاجه بتبتدي موهبتك تتلاشى. ايوه بتعمل فيها بالظبط. يعني انت حتى افرض ان انت راجل ككاتب كتبت مقال خدت عليها جايزه دوليه، بس انت في المقال اللي عملت ايه؟ تحصيت وتعبت وتحريت وبتاع ونبشت وجبت حقائق وجبت مستندات ورحت قابلت ناس مهمه، عملت مجهود جبار. لما تصدق ان انت اي كلمه تكتبها بقى انت الراجل بتاع الجوائز هتلاقي مقالاتك ماسخه بعد كده. خلصت بقى، خلصت. فهي الدنيا كده، الدنيا تظل على اجتهادك وتظل على تحديك لنفسك، وانك دايما يعني مثلك الاعلى يبقى حد تاني، لكن تحديك لازم انت تحدى نفسك. نتمنى من شادي ومن ناصر ماهر ومن احمد حمدي ومن كل العناصر، وهو ده اللي بيعمله محمد صلاح. يعني محمد صلاح مش اعلى موهبه جت مصر، انما اعلى شخصيه جت، اعلى شخصيه كرويه. صحيح. عرف ازاي يدير ما لديه من كنز في المواهب اللي ما هيش اعلى حاجه في الدنيا، لكن ادارها بشكل خد الماكسيمم من امكانياته. كمان نتمنى من الاعلام سواء في قناه الاهلي او في كل الاعلام الرياضي التعامل مع هذه المواهب اللي صاعده بنوع من الحذر الشديد. ارجوكوا بلاش تكثيف. انا فاهم انه اي اعلامي او اي صحفي بيبقى فرحان بالموهبه وفرحان وهو بيتكلم على ناشئ موهوب، بس خدوا بالكم دي عضمايه طريه قوي لسه، ومش مؤهلين ان هم يستقبلوا ضوء مكثف مره واحده. ف شيء من الهدوء شويه في التعامل مع هذه النماذج، خليهم في الظل شويه وخليهم يعني ينمو النمو الطبيعي من غير ما انتقل ودانهم. انا حتى والله يا باشمهندس يمكن دي مناسبتها انه الاخوه المعلقين على مباريات الناشئين سواء في القناه او في القنوات الاخرى، يا ريت نخف حده الالقاب العاليه والالفاظ التخينه الكبيره قوي في الكلام على ناشئ صغير. كابتن محمد لطيف كان بيذيع ماتشات الناشئين قبل الكبار، فكان الزمالك بيلعب فرقه يعني النتيجة في الماتشات دي بيبقى النتائج كانت بتبقى يعني كبيرة
ما كانش كل الانديه مش مهتمه بالناشئين زي دلوقتي. فكان في لعيب اسمر اسمه عابد. فضل كابتن لطيف بيليه الصغير، بيليه الصغير، عابد ده كان بالنسبه لفرقته عمل حاجات حلوه قوي. اه. واسمه علق. ما لعبش درجه اولى. كابتن شيكابالا لو كان ادار موهبته كما ينبغي. هو ممكن تقول لي اقول لك علامه من علامات الكوره المصريه فلتة كل الاجواء. لكن هل هو وصل لافضل استثمار لموهبته؟ انا بقول لا. الكابتن المحترف اللي بيتكلم على الاحتراف وبحب اراءه جدا دلوقتي ميدو لم يستثمر موهبته كما ينبغي، وهو نفسه يشعر ان لو عاد به الزمن بالخبرات اللي خدها هيوصل لمنطقه. مش ممكن واحد يبقى ابتدي اقوى من دروجبا ودروجبا يعديه بكتير. هو اقوى من دروجبا لانه عنده نفس البنيه على اسرع بقى. بس انك انت تكتفي بما تحصل عليه هو ده اللي بيوقف. بمناسبه مسؤوليه الاعلام ودوره في احتضان المواهب ورعايتها بهدوء شويه بدون تكثيف، اتمنى ان ده يكون موجود، لانه الطبيب مش النفسي، الطبيب السلوكي بالزبط. الذي يمهد للاعب لخطواته المقبله. على دوره صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف محمود في مقاله مهم له في الاهرام عن الاعلام الرياضي وتفعيل مدونه السلوك، استعرض فيها الزميل العزيز اشرف محمود وهو رئيس الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه عن ضروره تضافر جهود كل الجهات مع لجنه ضبط الاداء الاعلام الرياضي، وانه شاف ان هو في حاجه ماسه الى تدخل علماء الاجتماع لبحث ظاهره الخروج على قواعد منظومه القيم الاخلاقيه التي طغت على الساحه في السنوات الاخيره وزاد في كثرتها وتنوع مصادرها دخولنا عالم الفضاء الالكتروني ومن قبله الفضائيات التي منحت مجموعة ممن لم يدرسوا فنون الإعلام وقواعده الصحيحة فرصة ليتصدروا المشهد الإعلامي السياسي والرياضي. ونتوقف هنا أمام المشهد ده أشرف محمود، أمام المشهد الإعلام الرياضي الذي تجاوز الأعراف وأهدر القيم وتخطى كل الحدود، ولم يعد الأمر مقصورا على الذي تجاوز على الأموال ليشتري بها هذا أو ذاك وقتا يقدم من خلاله ما جدت به قريحته التي لم تجد معينا تنهل منه، فيعطي العنان لنفسه ليقول ما يحلو له. وهنا أتوقف مع حضراتكم والكلام للأستاذ أشرف محمود عند نقاط بعينها حدثت في الساحة الإعلامية الرياضية، لكن قبلها أتوقف لأحيي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دعمه اللامحدود للجنة ضبط الأداء الإعلام الرياضي التي ترأسها القامة الإعلامية الكبيرة فهمي عمر ومعه نخبة مميزة أو متميزة من أصحاب العلم والتطبيق في مجال الإعلام الإذاعي، أستاذ عادل ماهر وكيل وزارة الإعلام السابق والدكتور حمدي حسن أستاذ الإعلام. وأتشرف ده أشرف محمود، وأتشرف بأن أكون مع هذه الكوكبة التي تحاول إصلاح ما فسد بفعل تعدد المنابر وغياب التقييم ومن قبله التوجيه، لذا تجد اللجنة نفسها يومياً في مواجهة الخروج عن النص المهني وتجاوز المبادئ الإعلامية الأولية، وكذلك مدونة السلوك الإعلام الرياضي التي أصدرتها قبل عدة شهور وفيها الإصلاح المنشود. ومن كثرة ما تجد من خروقات بات الحديث عن لفت النظر والإنذار والإيقاف أمرا يعجز عن التقويم وتحقيق الهدف، حتى أن كثيرا مما أنذروا أو أوقفوا عاودوا الكرة مرة أخرى وتعرضوا للعقوبة ذاتها. وللأسف هناك إصرار لدى البعض على التجاوز ظنا منهم أنه جواز المرور إلى الشهرة. وبيمضي الأستاذ أشرف محمود في مقالة مطولة له عشان في الأهرام طويلة. عايز أتوقف عند أكثر من معنى قاله هنا. أيوه. أن الإعلام وصل إلى حالة من الاستهانة به. أن الناس بتشتري وقت. يعني انت معاك قرشين وعايز الناس تعرفك وعايز تترشح في مجلس الشعب وعايز مش عارف تعمل ايه. طيب اسهل حاجه تشتري وقت احسن ما تعمل 200 300 يافطه وقت الانتخابات. تعرف صديقنا العزيز الاستاذ محمد سيف شبهها لي هنا، قال لك بيأجر عجله. يعني بدل ما يشتري عجله يوصل بقى مشوار بيأجر عجله ساعتين. انت حظك بقى، يطلع اعلامي موهوب
ولو كان اعلامي موهوب كان ابتدع على الاقل من السوشيال ميديا. ما كانش هيحتاج ده. يعني لا كان كان لفت نظرك الاول في حته تانية. وبعدين مش بس يكتفي ان هو ده لا يحس ده بيحس بالنفوذ بقى. خطورته ان لو ما عندوش الخلفيه زي ما بقول لا يجد معينا ينضب منه. اصل كلام الاستاذ اشرف ينهل منه. يعني معينا ينهل منه يعني ما عندوش مخزون ثقافي يقدر يساعده على انه يقول حاجه. فيبتدي هيطلع منين؟ اسهل حاجه ايه؟ الناس عايزه مصايب وفضايح، اديها مصايب وفضايح كل يوم حتى لو اخترعها. وبعدين يتعاقب لا ولا يهمه، اسبوعين ويرجع، اسبوعين ويرجع. وهنا اطالب المجلس الاعلى انه يضاعف العقوبات لدرجه المنع بقى، ما خلاص انت زي الكوره انت خدت انذار في انذار. يعني انا مش عايز اقول لهم يعني لازم كل اللي دخل المهنه دي يبقى خريج اعلام، لان برضو في مواهب ما دخلت الكليه. حتى المواهب يعني اذا كان عندها هذه الموهبه الفطريه يلزم التوجيه والتعليم والتأهيل. ما يبتديش ما يلاقيش نفسه مره واحده كاتب عمود بالزبط. ما يلاقيش نفسه مره واحده بيقدم برنامج. يعني ممكن بيروح مراسل في الاول، بعدين مش عارف ايه، ممكن يخش فريق اعداد، ممكن بعدش كده. وهنا حصل عندنا بعض النماذج في القناه الاهلي وتطوروا واصبحوا بيظهروا على الشاشه دلوقتي. بس خلاص اتمرسوا على العمليه دي. النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها انه مساله انك انت بتبقى طالع وفي دماغك حاجة محددة، يعني انت طالع لهدف تسميم جو او الهجوم على حد او الافتراء او تغيير حقيقة من كتر الإلحاح. وللأسف الشديد في ناس ساعات بيعجبها انك انت تريح لها بالها، تقول لها البطولات الحلال والبطولات الحرام ومش عارف ايه ونادي القرن اللي هنجيله ده اللي اصبح كدبة موجتها عليت بإذن الله لما تبلع اصحابها. وانا بقول لهم بس اما يجي هقول لهم كلام كتير جدا. كمل يا استاذ ابراهيم. طيب مقاله مهمه للكاتب الصحفي الاستاذ اشرف محمود في الاهرام امبارح، لكن وضع فيها النقاط على الحروف في اكثر من نقطه. نتمنى ان شاء الله مزيد من التفعيل في مراعاه مدونه السلوك الرياضي، لانه انا بستغرب هذه المدونه مدونه سلوك فيها مجموعه من الضوابط اللي ممكن تحدد او تضبط الأداء بشكل جيد، للأسف لم يتم الاهتمام بها بشكل كافي، لم يتم الترويج ليها بشكل كافي، لم يتم تعميمها حتى على الزملاء اللي شغالين في مجال الإعلام الرياضي. ربما البعض منهم لم يتوفر ليه القدر الكافي من التأهيل الإعلامي لممارسة هذه المهنة على أهميتها وعلى تأثيراتها. نتمنى أنه أنا عارف أنه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ربما يكون معني بجزئية من هذه الجزئيات، نتمنى منه المزيد من التفعيل في ده. هنا أي الأمثلة، بس الوقت عندنا مش متسع أنك تقولها. هاي الأمثلة اللي حتى إعلاميين كبار بيقعوا من شدة النجومية أو من شدة التخمة لما يشعر أن الأجور هي اللي هي في كل الدنيا تقييم، يعني انت بتاخد ما تستحقه، فيبدا يتناسى ادميته ويتهكم على الناس. ما يقول لك ما حدش بيكرمش 50 جنيه ويحطها في ايد حد. ما في هنا كاتب هذه واللي جاي بتوك توك هيرجع بعربيه. يعني كلام شديد الإساءة. حتى الراجل اللي كسبان العربيه دي هيروح بلده من الناس بدل ما تقول له مبروك تتريق عليه. ايه في دي يخف الدم هو يعني هو ده عندما يغيب الحس الانساني، يعني الحس الانساني عند وعندما تعلو قوي لدرجه انك تفقد حذرك. اللي احنا يعني عايزين نقوله تشديد العقوبات واجب، بس انا بطلب منهم حاجه بقى. هم دايما بيعتمدوا على ان اللي عنده شكوى بيحققوا فيها. لا، في ساعات في حاجات ما ينفعش تستنى شكوى. واضحه جدا 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 لما تبقى الإساءة بالأب وبالأم وبالتهمة بالتزوير وبالتلقيح وبالتعرض للأعراض. ما انتش منتظر شكوى. لا، شكوى إيه؟ ما ينفعش. ويجب أن يلحقوا السوشيال ميديا ليه؟ في النماذج اللي هي على السوشيال ميديا بتظهر على الإعلام. بالظبط. اللي يكتبوه في السوشيال ميديا حتى لما بيقولوش في الإعلام
كافي انه يعني يكون سبب يحرمه من الظهور لحد ما يصل الحرمان الى الابد. وصدقني في ناس كتير جدا جدا مستعده لاي شيء الا منع الظهور الاعلامي. صحيح. في زي النهارده 15 اكتوبر 2015 الاهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بكاس السوبر المصري للمره التاسعه في تاريخه. المباراه اقيمت في ملعب هزاع بن زايد في دوله الامارات. سجل الاهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، وسجل للزمالك عمر جابر وكهربا. ده عندنا الاهداف، هنشوف اهداف السوبر في الامارات الاهلي والزمالك 3-2. وعلى ذكر التواصل العربي الدافئ أيضا، يمكن فلسطين الغالية والعزيزة أوفدت بعض المدربين من غزة لفترة معايشة مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي تحت رعاية الصديق العزيز أسامة عمر، مدير عام الجمعية أو مدير الاتصالات الخارجية بالجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين. الحقيقة حلوا ضيوفا أعزاء على النادي الأهلي، قضوا فترة معايشة مع قطاع الناشئين. رحب بيهم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي، واستقبلهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأكد لهم على ترحيب النادي الأهلي بيهم، واحتضنهم الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين خلال فترة إقامتهم مع قطاع الناشئين. زيارة بيحرص عليها الأستاذ أسامة ورفاقه من أعضاء الجمعية ورابطة مشجعي النادي الأهلي. الحقيقة عواطفه مع النادي الأهلي قوية جدا، وبيسعدوا جدا لما يجوا مصر يزوروا النادي الأهلي. المرة دي يعني أرادوا أن يستفيدوا أيضا من تواجدهم، فعملوا فترة معايشة للمدربين في قطاع الناشئين، وده اتجاه ذكي واتجاه الأهلي رحب بيه. فأهلا بيكم في النادي الأهلي اللي هو حضن الأمة العربية. الجماهير الاهلاويه في فلسطين وغزه على تفاعلها الكبير طبعا تشعر ان هم فعلا في حي من احياء القاهره. هو ده التواصل، وهو ده الدور الدائم للنادي الاهلي في ربط كل ابناء الوطن العربي ببعضهم في هذه المشاعر الاخويه. لكن هنقول ايه بقى؟ تبقى موجه الكذب تغرق اصحابها بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. موجة الكذب تغرق أصحابها. احنا في سنة كام دلوقتي؟ 2018 في شهر 10، يعني قدام مننا شهرين بإذن الله ونودع 2018 وندخل في 2019، يعني في 19 سنة في القرن الجديد. يعني اللي اتولد ساعة لما الكذبة دي طلعت قرب يخلص دراسة في الجامعة ولسه الكذبة شغالة. اللي قرب ينتهي من مشواره العلمي ويبدأ حياته العملية اتولد والناس دي لسه عايشة هذه اللبانة الغريبة، حكاية نادي القرن. أنا ابتديت أشعر يا أستاذ إبراهيم إنهم بدأوا يصدقوا كتر ما كذبوا. بدأوا يصدقوا. يعني قصة، وعلى فكرة هي منطقية. هو ما حصلش اعتراض خالص لما ده الدكتور كمال درويش بعد برقية تهنئة وارد للنادي الأهلي وقتها. لكن مع تقدم الوقت فخطر في بالهم، ما هو الجيل اللي حصل وحضر التتويج هيبتدي يتلاشى. فلما نقول دلوقتي ده كان في 1919 مش سعد زغلول، وما كانش في حد اسمه سعد زغلول، ومصر ما عملتش ثوره، الشعب ما عملش ثوره. وتقدر خلاص الناس نسيت اللي حضر الواقعه هيدافعوا عنها في ايه. فانت كل ما خلي بالك كمان 5 سنين الموجه دي هتطلع تاني عشان جيل جديد يسمعها ويتشبع بيها ويصدق. ودي اكبر ضرر بيعملوه في اولادهم.
انت الاول على الثانويه العامه، مش فلان الفلاني اللي سبقك ب10%. ليه بقى؟ لانك انت خدتها بعرقك. هو كان بياخد دروس خصوصيه، هو جاله الامتحان، هو كده لحد ما يصدق ويبتدي يشعر بالظلم، ويبتدي يعامل اولاده ان هم مظلومين، ويخلق جيل من المنكسرين اللي هم مش عايشين الواقع، بيتكلموا في الماضي. اتحداك، احنا بقى لنا شهرين اهو، لو لقيت حد ينتمي الى نادي الزمالك بيتكلم غير عن النادي الاهلي. اعلام، مشجعين، كلنا اهلي الاهلي الاهلي. يا عم انت كسبان في السعوديه، اصل الاهلي. انت كسبان مش عارف في القادسيه، اصل الاهلي. طول الوقت اصل الاهلي، اصل الاهلي، اصل الاهلي. الفكره ما بقتش فكره انا بشجع الزمالك، انا بتلكك للنادي الاهلي. ودي نتيجه قيادات اعلاميه زرعت البذور دي وبترويها بميه الكذب كل شويه. حلوه ميه الكذب دي، زي ميه اللفت كده. بس هي ميه مره، واخد بالك؟ وانا قلت كلمه واحده بس، تاهت والاناه. يا اللي بتقول ان الفيفا مطلعه بتقول ان الزمالك هو البطل والاهلي الخامس، خلي بالك. حلوه قوي، ارفع قضيه يا فلان يا فلان يا فلان، يا مسؤول يا مش مسؤول، يا ارفعوا قضيه، خدوا حقكم. مش هيرفعوا قضيه، اظن مفيش اوضح من كده. هو انت ليه بتشتكي للاعلام؟ هو انت ليه محولها الى كذبه وادعاء؟ ما تحولها الى حقيقه واتهام. وعندك المستندات يا حبيبي، روح الفيفا، روح الكاف، روح محكمه المحكمه الرياضيه، روح مركز التحكيم الرياضي، روح محكمه العدل الدوليه، وفي الاخر روح لاي جهه اختصاص. وفي الاخر الحسين والسيده زينب واللي انت عايزه، واعمل اللي انت عايزه، بس اوصل لنتيجه يمكن تريحك. يمكن السيده نفيسه. يعني اللي انا عايز اقوله، ما تفضلش عايش بينك وبين نفسك بتعيط. روح ارفع قضيه، خد حقك يا اخي. ربما حد يرى انه طيب ده الناس اللي بتدعي ده انه الزمالك نادي القرن، الزمالك نادي كبير، وان هو يجي خلف النادي الاهلي في خلال قرن كامل، ده حاجه كويسه جدا لمصر وللاهلي وللزمالك. لكن هو انت عشان تقعد الزمالك على الكرسي ده لازم تقوم الاهلي؟ هي يعني فكرك وانت بتدافع عن ما تعتقد انه حق للزمالك، لازم انت تتهم الاهلي باغتصاب حق؟ لازم انت تتهم الاهلي انه اتزورت له؟ لازم سيادتك تتهم الاهلي بالرشوه؟ بالرشوه كده علني؟ هنجيلها طبعا. لما يصل الامر اعلاميا الى هذا الحد، تفتكروا ايه الحل؟ احنا اتكلمنا على انه الاعلام مسؤوليته الحفاظ على التاريخ. جزء من مهام هذا البرنامج على وجه التحديد مش بس التوثيق ولا حتى الدفاع كما يبدو للبعض، لا، الحفاظ على القيم وعلى الحقوق وعلى التاريخ وعلى المكانة وعلى العلاقات وعلى كل ما هو طيب يخدم المنظومة الرياضية، اللي من أهمها العلاقات الطبيعية السليمة للأهلي مع كل الأطراف، وأولها نادي الزمالك كنادي منافس شقيق. بس العلاقة القائمة على الحقيقة مش على الكذب، ولا ان انت تتهمني في تزوير او اغتصاب حق او اهدار قيمه او دفع رشا. يعني وصلت الى هذا الحد؟ ده دي اللي مضحكه بقى، وانا هفندها لك. اتكلم فيها بس بعد ما تبتدي كده تفرج الساده المشاهدين عشان يعيشوا معانا. طيب، الزميل الناقد الرياضي علي السيسي تحدث لقناه ال تي سي وفجر ما يراه قنبله الموسى. نسمع. أعلق بس في نقطة أن النادي الأهلي تواطأ وتآمر. لا، خسئت. ما حدش يقول عن النادي الأهلي تواطأ. النادي الأهلي يتواطأ ويدي لنفسه لقب، حدش يجرؤ يقول عن النادي الأهلي هذا الكلام. اتنين، أن حسن حمدي والخطيب وشركة مقاولات رشوا عيسى حياته وبنوا له قصر في ياوندي. طيب، عايزين نعرف إمتى؟ ما هو الناس اتكلمت على إن في حاجة اسمها نادي القرن سنة 94. كويس؟ يبقى معنى كده في 94، ها؟
يبقى الاهلي او بعد 94 لما الاهلي اكتشف ان الزمالك عداه فراح باني القصر. طب هو احنا في 94 النادي الاهلي عمل ايه؟ انسحب اربع سنين ثلاث سنين، وقبليها قبل الانسحاب كان بيجي يشترك في البطولات، كان بيبقى بطل الدوري بطل الكاس. هو الاهلي ادى الفرصه للناس تتكلم، يوم يجي ايه يشترك في الكاس عشان كان فاضل له بطوله وياخد لقب الكاس. سنتها كان لو اشترك في بطوله الدوري الزمالك مش هيشترك، راح مشترك في الكاس، فالزمالك اشترك وخد البطوله ولعب السوبر معاه كويس. اذا الاهلي عمل حاجتين، انه كان بيختار البطوله لو هو في دماغه بقى بدل ما يبني قصور ويغرم مبالغ ما ياخد حقه الطبيعي ان الزمالك ما يشتركش وما عندوش فرصه انه ياخد القاب، مش كده ولا ايه؟ طيب بعد كده انت تيجي تنسحب عشان تقعد ثلاث سنين عندك فرص ست القاب فيها، لكن لانك لو كسبت البطوله هتلعب السوبر فهتلعب على ست القاب، لو هتاخد منهم اثنين ولا ثلاثه ها ويتحرم بقى المنافس بتاعك من واحده ولا اثنين، فين المنافسه؟ فين المنافسه؟ وتاني بنقول هو مين نادي القرن في مصر؟ يقول لك مش هتخلص في جدل ولا جدال، النادي الاهلي هو نادي القرن في مصر. فيه ازاي ازاي بقى انت تبقى عايز تبقى نادي القرن ها في افريقيا وانت مش نادي القرن في بلدك؟ انت قلت تعبير لطيف قبل كده، انت عايز تبقى الاول على الجمهوريه وانت ما انتش الاول على المدرسه. وهو الزمالك النهارده ساعه 94 ما اتعملت المعايير اللي كل الناس ردت بيها وانت عندك ردود النهارده وتوثق الكلام، ما كانش الاهلي محتاج لا يدفع رشاوى بتاع، كان الاهلي ببعيد، كان الاهلي الاول والزمالك السابع. طب بالمعايير اللي اتحطت دي مين اللي استفاد؟ الزمالك بقى الثاني من السابع للثاني. عمره ما كان في مرحله من المراحل الزمالك كان متصدر، يوم ايه الاهلي يرشي علشان يتجاوز الزمالك. هو انا برشي وانا متصدر؟ ما دي عامله زي بطوله 2009 اللي يقول لك البطوله اللي ابو تريكا زق اللعيب والاتحاد ماتش الجيش، ده انت خسرتني اربع ماتشات عشان تلعبني ماتش فاصل يا راجل. اتحاد الكوره وجبنا لهم الحكم الاسماعيلاوي اللي خسرنا ماتش سيد فتحي سيد فتحي هذا الاسماعيلاوي سيد فتحي ونسيوا الشرطه ونسيوا ان المباراه خلصت 3-1 مش 2-1 من كتر ما هم عايزين يركزوا على حاجه. الماتش ده خلص واتظلم فيها محمد طلعت لانه جاب جون بديع. فالكلام لازم يبقى منطقي، والكلام ده ارجو ان جمهور الزمالك يسمعه واحده واحده ويشوفوا اذا كان فيه منطق ولا ما فيهوش منطق. لان طيب انا هنسحب عشان ارجع ادفع رشوه عشان اخد حقي؟ طب ما العب واحرمك من الدخول. او من الاول اخش في البطوله اللي تحرمك انت، لو انت اللي لو انا هتشترك كبطل كؤوس اخش انا في الكؤوس، لو انت هتلعب بطل ابطال الدوري اخش انا في ابطال الدوري، مش هتلعب البطولات دي. صحيح. مش محتاج ارشي، مش محتاج اعمل حاجه. وبعدين مش الاهلي اللي بيرشي. شوف مين اللي عمل ايه مع ماتابيلا. احد الالقاب اللي بيضموها بمنتهى الاطمئنان الى سجله. حكم السوبر. ها؟ حكم السوبر. طيب كلام علي السيسي الحقيقه نقف فيه عند ثلاث نقاط مهمه، لانه كل واحده اكذب من الثانيه، كل واحده الكذب فيها درجته اعلى بكتير من اللي بعده، وبالمنطق وبالهداوه خالص خالص خالص. هو الراجل بيقول يا باشمهندس الاهلي بنى قصر، او مش الاهلي، الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب مسؤول النادي الاهلي وقتها بنوا قصر لعيسى حياته في ياوندي. عيسى حياته مش في ياوندي، عيسى حياته واللي راح معقل نادي القطن الكاميروني في جروه يعرف ان عيسى حياته من هذه المدينه المسلمه اللي في الجنوب الكاميروني، مدينه فقيره جدا، عنده قصر هناك في جروه ملهاش علاقه بياوندي.
مش مشكله. بس وافرض ان عنده قصر تاني في ويندي، الخطيب في 94 الخطيب في 94 هو رئيس النادي الاهلي في هذه السنه، كان في هذه الدوره كان الكابتن صالح سليم، وبالمناسبه الكابتن الخطيب ما كانش في المجلس خالص خالص وقت اعلان. ادينا شوارب الاهرام وهو بيعلن في 94 يناير 94 الاهلي زعيما للكره الافريقيه، ده اعلن في 94، وهتشوفوا الجمهوريه سبقت في الاعلان عن ده. 5 ديسمبر 93 اول ما كتبت الجمهوريه عن الاحصائيه، انتهت البطولتين بتوع دوري ابطال افريقيا كاس الكؤوس ودوري الابطال، لسه النهائي ما اتلعبش، فحسب النقاط وحسب ما تم الاستقرار عليه كان منشطة الجمهوريه الاهلي اعظم فريق في افريقيا. مين اللي كاتبه؟ الجمهوريه ماجد نوار. ماجد نوار في الجمهوريه امتى حضرتك يا استاذ علي؟ هذا الكلام في الجمهوريه في تاريخ 5 ديسمبر 93 93 كمان 93 كان لسه شهر على ماتش السوبر. طب استنى بقى، المعايير صدرت 94 مش كده؟ اعتمدت في 94 صدرت في 94 اعتمدت صدرت اعتمدت لأن يا سيدي كويس، مش ما تمسكليش في دين. لا لا انا بس والنبي عشان خاطري والنبي ما تتوهنيش يا ابراهيم، ابوس ايدك بقى اتفضل. اتصدرت للناس في الاهرام في 94 اعتمدت قبل كده. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها مش دي. هو انا كان محتاج الاتحاد الافريقي وانا الزعيم في 93 ان يعمل لي معايير تكسبني؟ طب ما انا كنت زعيم. يعني المعايير صدرت بعد الجمهوريه ما قالت الاهلي زعيما للكره الافريقيه. لا الجمهوريه قالت بناء اصل بصوا يا جماعه المعايير مشت ازاي؟ لا معلش دي حته صحفيه، المعايير مشت ازاي؟ اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي مع اللجنه الاعلاميه في الاتحاد الافريقي تم وضع هذه المعايير. الجمهوريه كون انها تنفرد في 93 بما تم الاستقرار عليه حلو قوي، يعرض على اللجنه التنفيذيه للكاف في دي ناحيه شكليه ماشي. ايوه خلاص يا سيدي كويس، مش هي دي القضيه. القضيه اعلنت المعايير بعد اعتمادها في 94 ايوه خلاص ايوه. طب انا زعيم من 93 هيلعبوا لي ليه فيها؟ يعني لو هم مفصليني، هي دي النقطه استاذ ابراهيم قبل الناس ما ناخدها في سكه. هي اعتمدت سنه كام؟ انت اتصرم من الاتحاد الافريقي الاهلي البطل سنه 93، محتاج بقى يحط لي معايير؟ طب ما انا البطل وبالمعايير دي لو كانت بلغ الاهلي رسميا ها ما لا كان انسحب ولا كان عمل حاجه، انما احنا ده لولا ان احنا تنبهنا اخر سنه، لا لو انسحبنا السنه دي ممكن هيروح مننا اللقب. طيب اذا الكذبه الاولى الكبيره قوي انك في 93 و94 حال الاستقرار على هذه المعايير اللي بموجبها الاهلي اعلن اول انديه افريقيا، الكابتن الخطيب مش في مجلس الاداره ورئيس النادي اللي دخل مجلس الاداره سنه كام؟ الخطيب دخل مجلس الاداره في دوره 88 مجلس الكابتن الوحش، واللي انتهت مهمته قبل انتهائها في 92 وابتعد في هذه الفتره، فمبدئيا فضل بره المجلس لغايه 2000، فانت من 92 لغايه 2000 الكابتن الخطيب مش في مجلس الاداره. فلما تيجي تقول لي الخطيب قدم رشوه هو والكابتن الخطيب والكابتن حسن كان نادي القرن حسب سنه 93 و94، ده كلام يعني مش يعني كلمه كذب قليله عليه شويه، قليله قوي. ما كانش في 96؟ لا. اما الاغرب والافدح والانكت بقى والاضحك انه يتقدم للاهلي يقدم رشوه ب 3 مليون يورو يبني بيها القصر العيسى سنة 93 و94. 3 مليون يورو مش قال 3 مليون يورو؟ طيب اليورو كعملة، ما أنا بقول لكم ده الأنكت. اليورو كعملة تم اعتمادها في الاتحاد الأوروبي في يناير 2000. أنا مش فاهم 2000 الاتحاد الأوروبي اعتمد العمل بعملة اليورو في يناير 2000. بس فين تم وجودها في العمل المصرفي في 9 في 6 هنا في نقطة بقى يا أستاذ إبراهيم. اليورو كان تحت التجربة، فقالوا النادي الأهلي خدوا جربوا مع عيسى حياته، لو نفع هنعتمده.
يعني اليورو اعتمد 2000، لكن احنا دفعناها لعيسى حياته ما بين 94 ل 98. طيب انت دفعت لعيسى حياته باليورو قبل ما العالم يعرف اليورو، ماشي، بس انت سنه 93 و94 انت معلن، انت ليه محتاج تدفع ده سنه 2000 ولا 2002؟ يعني انا بدفع على حاجه خدتها من 10 12 سنه، بدفع في 2002 او في 2000 جايزه انا اصلا انت كاتحاد افريقي اعلنت لي ده بموجب المعايير سنه 93 و94 اعتمدت في تنفيذيه الكاف في 94. في مسؤوليه اكتر من كده؟ في دليل اكتر من كده؟ ايه بقى الورقه اللي طلعها علي السيسي؟ ده المهم. مهندس عدلي قال في البدايه هي الناس دي غاويه كلام كده ليه؟ ما تروح تشتكي يا اخي، انت قلت لي من الفيفا. طب هو الفيفا الكترونيا بعيد عنك؟ ابعت للفيفا قول له مدى صحه هذه الاوراق الصادره عنك. ولو الفيفا رد عليك وقال لك ايوه دي صادره عني هنقول لك عندك حق. انت صادق. انما عايز تطلع لي اي ورقه وتقول لي صوره بالفاكس الفيفا تؤكد، انا اقدر اكتب لك صوره بالفاكس الفيفا يؤكد انه بان عبيد نادي القرن في العالم. لو انت فاهم ان المستند بتاع سيادتك الجمله المزيل بها تحت، لا 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 ده انت تبقى المساله في التمام خالص. لمجرد ان صوره بالفاكس من الفيفا هي دي درجه التوثيق وهي دي الاهميه. هذه الورقه صادره عن موقع اسمه RSSSF 3SF. ده سنويا بينشر عدد البطولات سنويا. انا ماليش كلام يا باشمهندس عن مدى صدقيه هذا الموقع ولا اهميته، بس اللي انا اعرفه انه اي موقع بره نطاق المسؤوليه تقدر تخليه يكتب اي حاجه. اقدر اعمل لك موقع دلوقتي يقول لك اللي انت عايزه. ما هو يقدر يحط المعايير اللي تعجبه. ولا يعني في النهايه ما فيش مسؤوليه، اكتب عليه اللي انت عايزه، ده في الفضاء الرحب. ده منك للسماء، اكتب اللي انت عايزه. بقول لك قول اي حد من القرن. بعد ما تقول لي هقول حاجه. فانت هتلاقي هذا الموقع يا باشمهندس طلع هذه الورقه اللي اخونا علي السيسي طلع وقال لك دي من الفيفا، وهي مش من الفيفا ولا حاجه، ده من الار 3SF. الار 3SF هو اللي عمل هذه الورقه. عاملها ليه ولمصلحه مين وعشان مين؟ دي حاجه ما تخصناش. هو موقع تحت بير سلم صغير كبير، ادي اصل الصوره، ادي اصل النشر اللي على هذا الموقع اللي اخونا علي طلع قال لك ده من الفيفا. ادي دليل الكذب اللي الصق بالفيفا ظلما وبهتانا. ده الموقع. اصل انت وادي الورقه استاذ ابراهيم، لما يكون الفيفا طلع كده انا مسؤول في نادي الزمالك اعمل ايه؟ تاني يوم الصبح اكون رافع قضيه عند الفيفا. مش كده ولا ايه؟ عايزين تشوف عايز تشوف العبث بقى اللي في الورق، لانه هو ده الورقه الاصليه اللي الراجل شخبطها ونخبطها وعشان تبان ان هي مرسله بالفاكس. زي اي حاجه، اي تشويهه ويبان لك ايه؟ يتكتب لك بتاعت صوره فاكس الفيفا تؤكد جداره الزمالك بمقدمه افريقيا. ده مستوى التوثيق ودليل قال لك المستند اللي محدش ينفع يتكلم فيه، فعلا محدش ينفع يتكلم فيه. هذا الموقع يا باشمهندس لما حط الزمالك قال لك بعدد البطولات اللي خدها، عدد الكاسات، عد الكاسات وقال لك عنده 9 كاسات فحطه في المركز الاول. طب عد الكاسات للرجاء البيضاوي المغربي، طلع عنده 5 كاسات حطه في المركز الثاني. عد الكاسات اللي على الترابيزه بتاعت كانون ياوندي، لقاهم 4 حطوا في المركز الثالث. احنا المنطق عدد الكاسات، خلينا بمعياره هو. ايوه عدد الكاسات. عد الكاسات اللي عند هافيا كوناكري طلع عنده 3 كاسات حطوا في المركز الرابع. عد الكاسات اللي على ترابيزه النادي الاهلي لقاهم 7 حطوا في المركز الخامس. قول لي بقى ايه المنطق؟ بص، هو الاهلي عنده 8 ألقاب مش 7. لا حتى حين يعني، انما انا بتكلم انت عارف ده معناها ايه؟ ما هو في ناس بتحط معايير ولانها مغرضه بتتلخبط. وبعدين معايير زي ايه؟
كنا في احدى القنوات مع عزيزك وصديقك ايهاب صالح ابتكرنا فكره ان احنا نعمل الدوري الافتراضي. ان احنا نقعد كل ماتش نحسب الحاجات اللي اتحسبت واللي ما اتحسبتش، ونقول لو الحاجات كل واحد خد حقه هل تظل النتيجه على وضعها ولا تتغير؟ ايوه. فالموقع ده عمل لك نفس القصه، قال لك ده ايه ماتشين بس، ده النادي الاهلي كسب المباراه بس كان عليه ضربه جزاء ما اتحسبتش ورمي التماس اتلعبت غلط، ورمي التماس ادت الى احراز هدف كان المفروض تبقى فيها فير بلاي ما مش عارف ايه. يبقى بالمعيار الافتراضي يبقى الطرف اللي بيلعب الاهلي هو الكسبان. هو معيار افتراضي، ده معيارك انت حر. الكاسات ده مش معيار الاتحاد، خلاص الزمالك بطل القرن ويروح ياخد اللقب وياخد الجايزه من الموقع بس ويعيش بيها ويبقى سعيد. ليه لا؟ مش ده موقع؟ ده موقع فيفا البلد او فيفا المحطه، مش فيفا زيورخ، موقع فيفا السيسي. احنا ليه بنتكلم بالوضوح المباشر دي؟ ليه الموضوع بقى بايخ؟ طيب اخونا علي السيسي قال ده موقع، ده دي من الفيفا واحنا قلنا لكم دي. هل هذا الموقع نفسه انت بتصدقه لما حط الترتيب برغم عدد الكاسات اللي على الترابيزات ما حطهاش صح؟ حد ما حطهاش صح. هتقول لي ما هو ادى درجات اكتر لبطوله افريقيا بطل الدوري. طب هو انت لما موقع بير السلم اللي انت ناسب له الفيفا يعمل ده ويخلي بطوله ابطال الدوري مميزه، معيار ده افتراضي، ده معيار انت تصدقه، بس لما الكاف يحط درجات للبطولات ما تصدقهاش. هنا صدقت وهنا ما صدقتش، لان دي على هواك ودي مش على هواك، مع ان المعيار واحد. هو المعيار كان واحد لسبب ان البطولات كان شكلها واحد، المسمى هو اللي كان مختلف. وبعدين انت بالظبط مش زي دلوقتي. وبعدين انت صدقت الموقع ده اللي انت خبيته واللي انت ظلما وكذبا وبهتانا وعدوانا واي كلمه وتجاوزا تشتم الناس وتتهمها بكل بالضلال وبالرشوه. اللي انا في رايي لابد انه يكون في محاسبه قضائيه عليها، لانه الاتهام الصريح بالرشوه دي مساله شديده الوضوح والوطأه. لما يكون هذا الموقع نفسه فيفا البلد انت سيادتك خدت منه ديت وزورتها وكتبت من تحت انه دي فاكس من الفيفا، طب ما الموقع ده نفسه هو اللي نشر التصنيف بتاع الاتحاد الافريقي اللي قال الاهلي نادي القرن. تحب تشوفها؟ اهي ادي ما نشره نفس الموقع الار اس 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 اف نشره عن تصنيف الاتحاد الافريقي لنادي القرن، والاهلي المصري 40 نقطة والزمالك المصري 37 نقطة وأشانتو كوتوكو الثالث 34، وناشر المعايير حتى ده نشر المعايير اللي على أساسها الاتحاد الأفريقي اعتمد هذا النظام. يعني هذا الموقع اللي أنت ممكن تعتبره متجاوز أو غيره، لما أعلن التصنيف الرسمي نشره واحترموا ونشر المعايير العلميه اللي على اساسها تم التوصل لاعتبار الاهلي اللي كل الانديه قابلتها بما فيها الزمالك واللي على اساسها ترقى الى المركز الثاني. الفكره في المعايير او في الاحتساب، ودي النقطه المنهجيه اللي الناس مش عايزه تصدقها. هو انت عايز تعد عدد كاسات على الترابيزه ولا انت بتتكلم في معيار رياضي؟ طيب المعيار الرياضي الكاف وقت ما اعلن ده رقم واحد ادى نقاط متساويه، هنقولها لكم مشيت ازاي. بس ما هو العالم كله اشتغل بكده. يعني حتى هذا الموقع نفسه لما اهتم هو وكل المواقع بمين نادي القرن في اوروبا، كان الميلان عدد بطولاته عدد الكاسات اللي على ترابيزته اكتر من عدد البطولات اللي عند ريال مدريد. لكن الميلان كان 13 بطولة، ريال مدريد 12 بطولة بنفس المعيار على نفس الموقع. يعني حتى الموقع عشان تشوفوا الناس
ما عندهاش غرض في الاتجاه ده ولا ده. لما حبت تعد عدد الكاسات قالت لك ادي الكاسات اللي في افريقيا وادي الكاسات اللي في اوروبا، لكن لما جت تعلن التصنيف لنادي القرن وفقا للنقاط الوضع حتى في اوروبا اتغير. عدد الكاسات اللي عند الريال اقل كاس من الميلان، بس اللي اعتمد نادي القرن في اوروبا ريال مدريد مش الميلان. بس دول شعوب متحضره، ناس بتتنافس بشرف، ناس احترمت العلم والمنهج اللي تم على اساسه، وكله قال لريال مدريد مبروك، وكل كمان درويش ما قال مبروك للاهلي وقتها. وبعت ورد وهنى النادي الاهلي وكان في منتهى الرقي موقفه يعني. صحيح، لكن بعد كده قال لك اتفصلت بعد كده من الضغوط اللي عليه الكل بيمشي. ولذلك انا قريت حاجه قال لك هاني العتال بيناشد قبل كده جماهير الزمالك ومسؤول الزمالك لاعاده فتح ملف نادي القرن. طيب برافو، برافو بجد، ابعت خد انت او هو خد خطوه جاده رسميه تنهي موجه الكذب اللي بتغرق اصحابها، بحيث انك انت ابعت للاتحاد الافريقي قول له انت عملت كده ازاي؟ مش كنتوا بتتهموا عيسى حياته الاهلي بنى له قصر في الجنه؟ طيب يا سيدي، عيسى حياته راح بالقصر بتاعه في الجنه، الراجل احمد ده راجل اصلاحي وملوش دعوه بحد. وبعدين طب ما تبعت تقول له ما عندك المهندس هاني ابو ريده يا اخي رئيس الاتحاد المصري عضو التنفيذيه، ما تبعت تقول له انتوا عملتوا كده ازاي؟ وانت بتبعت له في كل ازماتك والراجل ما بيأثرش معاك، ابعت له خد خطوه واحده جد، غير الاتهام وغير انك انت توصل الامور ان الجماهير تعيش البلبله دي هذا الكذب وهذا الادعاء وهذا الافتراء وهذا والغل يزداد وتبقى اعمل حاجه واحده صح. لكن هتعمل ده ازاي؟ والله يرحمه الكابتن محمد حسام رئيس لجنه الحكام والمعلق الرياضي عليه رحمه الله مره احتد عليه علي السيسي فقال له طب نفكركم بقى في قناه مودرن وقتها في 2010 كان شكوى محمد حسام من تدخلات علي السيسي في اختيار الحكام عامله ازاي؟ لكن تصورك يا استاذ علي انه النهارده كان في توجه من جانب الحاكم انه عايز يكسب الاهلي عشان الزمالك مثلا ما يقتربش منه؟ ممكن وبشكل كبير، والا مش هنقول شبه التعمد، لا ده في تعمد، في تعمد اضرار بفريق اخر لصالح فريق اخر. لا لا يا استاذ علي، لا انا بعتذر جدا، لا ده كلام انا ما كنت انا ما كنتش هتكلم ولا هرد، مش عايزين نتكلم يا استاذ علي. انت السنه اللي فاتت كنت بتقول لي وكنت بتشتكيني والزمالك هيهبط والزمالك مش عارف ايه، وكنت متخوف جدا لا من الحكام ومعتبر ان الحكام دي هي اللي بتتحكم في الداخل ومبيت النيه على انه يخسر وكسب. الكلام ده مش صح ابدا يا استاذ حسام، على مين يا فندم؟ ما تشككش في سيبه من الناس يا استاذ عادل، دليل على ايه؟ احنا بنقول ان احنا قول خلصنا، قول له شفناك، قول عميان، لكن ما تقولش متعمد. النادي الاهلي اتحدث فيه جول من نادي حرس الحدود من تسلل واضح جدا. لا مظبوط مظبوط. ايه اللي حصل؟ اشمعنى بقى ما اتكلمتش ساعتها انت وما قلتش لا على ده النادي الاهلي اتظلم؟ وعلي السيسي زملكاوي؟ وختمها وقتها بعد الاحتداد بتاع الكابتن محمد حسام الله يرحمه، قال له انت كنت بتكلمني اخر الليل الحق الزمالك هيهبط، الحق شوف لنا حكام. فالاستاذ حسن مسكوه بيقول له هو علي السيسي زملكاوي؟ قال له قال لك قضي الامر. مش دي الفكره ولا دي المشكله يعني، ما هو خلينا نحترم مشاعر وانتماءات الكل، بس لما يصل الامر في الادعاء والكذب والافتراء وحد الاتهام انك انت تتهم النادي الاهلي بتقديم رشا لرئيس الاتحاد الافريقي، لا انت كده بتقع تحت طائلة القانون بشكل واضح وصريح، واضح وصريح. او تعال نروح مع بعض للقصر توريه لنا هو فين، او تقول لنا ازاي عملة اليورو النادي الاهلي كده عنده القدرة انه ابتدعها واخترعها واشتغل بيها. زي الدواء بيجربوها بدري. بدأ يجربها قبل ما اوروبا تخترعها بعشر سنين. قول لنا بس الكلام ده علشان رحمة بالأجيال، رحمة بالأجيال وبالأخلاق وبعلاقات الجماهير ببعضيها.
مش ممكن ابدا والاظهار الحقائق والتاريخ. الله ملاش دعوه بالله. مش في حاجه اسمها الضمير؟ صحيح كان في حاجه اسمها الضمير. انت سالتني سؤال انت برضو مش سهل. ليه يا عم انت متفائل يا عدلي من حلقتين ثلاثه؟ يعني حسستني ان انا تسرعت في تفاؤلي ولا ايه؟ بس انا متفائل برضو. ماشي طيب هنقول لكم المعايير وقت ما الاتحاد الافريقي حط هذه الاسس واعلنت ماجد نوار في الجمهوريه. نشر في 5 ديسمبر 93 الاهلي اعظم نادي في افريقيا في 93. الشهر اللي بعديها بدا الاستعداد للسوبر الافريقي. اتعمل السوبر في جوهانسبرج اهلي وزمالك، اجتماعات الفيفا بعد منه، ثم نشرت الاهرام في 18 فبراير 94 مفاجاه الاهلي زعيما للكره الافريقيه. ده الاهرام الاثنين ما نشروه كان بناء على ايه؟ المعايير اللي الاتحاد الافريقي حطها. صديقنا خالد الغندور طلب مستند رسمي من الكاف، هنطلعه له وهيشوف، بس مش ده الموضوع. الى ان نشوف مستند الكاف هنقول لكم للاجيال الجديده، لانه احنا بنأسف فعلا ان احنا بنضطر نفتح ملف زي ده تاني وتالت ورابع، بس ده حفاظا على التاريخ ورحمه بالاجيال الجديده. انا عارف ان الكلام عند الناس اللي تابعت هذه القضيه اكتر من مره قد يبدو الكلام فيه نوع من الملل والتكرار، لكنه مع هذه الملاحقه اللي تصل في الكذب لحد الاتهام بتقديم رشاوي، الامر لا يجب السكوت عليه لا اعلاميا ولا قانونيا. اعلاميا هنقول لكم المعايير اللي مشيت عليها مؤسسة الكاف حتى انتهت لوضع التصنيف اللي الموقع اللي الراجل ده استند عليه وطلع منه الورقة وشخبطها شوية وقال لك ده مستند من الفيفا، وورينا لكم بالصورة دليل الكذب عامل ازاي. هذا الاتحاد الافريقي في هذه المعايير حافظ للناس على مجهودها. هي العبرة مش ان انت خدت كاس فانت تاخد كل الدرجات وغيرك ياخد صفر. لو هي كده هذا التصنيف التراكمي اللي لغايه دلوقتي الاهلي متصدر في افريقيا، الزمالك تقريبا ترتيبه في هذا التصنيف التراكمي حتى الان موجود فيه بالتراكم، رغم ان الزمالك من موسم 2002 2003 ما خدش اي بطوله افريقيه. ما خدش اي بطوله افريقيه، هو ايه اللي خلاه موجود في التصنيف لغايه دلوقتي؟ التراكم بتاع النقاط السابقه والمشاركات اللي حالية، حتى لما ما بيكسبش بطولة بياخد نقاط عن كل مشوار قطعه في هذه البطولة وفقا للمعايير اللي اتحطت في 94 في نهاية 93. المعايير دي كانت كالآتي: الفريق اللي هيفوز وقتها، خدوا بالكم حاجة، يعني حتى امبارح الصديق العزيز طارق الأدور لما فسر ليه كانت في البداية بطولات افريقيا ابطال الكؤوس وبطوله افريقيا ابطال الدوري متساويه في نقاطها اللي الزمالك بيحتج عليها، يقول لك لا بطل الدوري اهم. اولا انت ما كنتش بطل دوري ولا حاجه، بس ما علينا. لكن حتى هذا التساوي كان سببه ان البطولتين كانوا في نفس الميزان. لما بدات في 97 دوري ابطال افريقيا بالمسمى الجديد يبقى فيها دوري المجموعات ويبقى فيها عدد ماتشات اكتر، خدت نقطه زياده. لكن في البدايه في التسعينات كانوا البطولتين متساويتين، وزي ما المهندس عادل اشار من بدري الاهلي كان بيفضل يروح هنا ما يروحش هنا، عايز يحتفظ بكاس البطوله ويكسبها 3 مرات فبيفضل بيفضل بطوله كاس لعبنا الكوس. البطوله دي 3 مرات ورا بعضها، نقاط ده هي نقاط ده. لما عدد الماتشات زاد زادت النقط. كانت النتيجه انه الاتحاد الافريقي في معاييره الفريق اللي بيفوز ببطولة أبطال الدوري بالنظام القديم مرتين 82 87 ده النادي الأهلي عن كل مرة خد 4 نقط.
لو الاتحاد الافريقي ادى مره للاهلي عن نفس المعيار بنفس المسطره درجه زياده للاهلي عن الزمالك يبقى الاتحاد الافريقي متجاوز. اي نمره او مسطره انطبقت على الاهلي انطبقت على الزمالك وعلى كل الانديه. فالاهلي خد بطوله ابطال الدوري بالنظام القديم مرتين. في المره باربع نقط بقى عنده 8 نقط، عدوا معايا. بقى عنده 8 نقط. فاز ببطوله ابطال الكوس اربع مرات. 84 85 86 83 اربع مرات الاهلي بطل كاس الكؤوس الافريقيه عشان يحتفظ بيها مدى الحياه. الاربعه في اربعه ب 16. مفيش اي فرق بين البطولتين لانه كانوا في نفس الكفه. طيب هو انت بتدي النمره للي خد الكاس ورفع الكاس وخلاص ولا بتحفظ لكل فريق حجم مشاركته؟ ده اللي حصل لغايه النهارده. يعني الزمالك لما لعب الفرق بين اللي وصل فاينل واللي خد الكاس نقطه بس. الزمالك لما لعب مع سان داونز وخسر خد النقط بتاعته، خد ست نقاط بس، خد النقط بتاعته بتاعت ولا خمس نقاط دلوقتي اللعب في الفاينل. الاهلي وصل لنهايه ابطال الدوري بالنظام القديم مره واحده في 83 وخسرها، خد ثلاث نقط عشان لعب فاينل، ثلاثه في واحد بثلاثه. لعب في نصف نهائي ابطال الدوري بالنظام القديم مرتين 81 و88 يعني خد نقط على كاس الكوس وعلى ابطال الدوري. خد نقطتين في اثنين باربع نقاط عشان نصف النهائي. لعب في دور الثمانيه في ابطال الدوري النظام الجديد وتاني المجموعه بالنظام الجديد مرتين في 99 وفي 2000. خد ثلاثه في اثنين بست نقط. وصل لدور الثمانية في أبطال الدوري بالنظام القديم مرتين، دور الثمانية 77 و91 بياخد نقطة في اثنين باثنين. وصل لدور الثمانية في أبطال الكؤوس مرة واحدة في 92، خد نقطة في واحد بنقطة. بقى إجمالي نقاط الأهلي هذه المعايير اتحطت في نهاية عام 93 واعتمدت في تنفيذية الكاف في جوهانسبرج في 94. الاهلي اللي انسحب بعد 94 راح دفع رشوه علشان كان عارف موقفه في 93. يعني ايه التناقض ده؟ يعني وده اللي انا كنت عايز ااكد عليه، مش انا بتكلم اعتمدوها امتى مش معتمدوها امتى. يعني انت عارف ان انت ومكتوب في الاعلام المتصدر تروح منسحب وتروح مشترك بطولات ومدخل الوصيف مكانك عشان نخش في ال طب ما كان من الاول ولا كنتش هتاخد العدد ده كله؟ صحيح. يعني فضلنا نشترك في الدوري في الدوري في الدوري. دي المسطره اللي الكاف اعتمدها في 93 94 وفضل شغال عليها. ولما جت نهايه القرن بدا كل الانديه اللي وصلت لمراحل في المشاركات خدت نقط بناء على هذا المعايير وبناء عليها اعلن الاهلي نادي القرن. طيب مصطفى فهمي اللي اتهم، مهندس مصطفى مراد فهمي اللي اتهم ان هو جامل الاهلي في ده بعد على الاتحاد الافريقي. عيسى حياته اللي الاهلي بنى له قصر في الجنه باليورو قبل اليورو ما يطلع ب 10 سنين مشي من الاتحاد الافريقي. المعايير اللي شغاله ست سنين ومصطفى بره الاتحاد الافريقي عشان ما يتقالش اصله عمرو جه بقى سكرتير الاتحاد الافريقي. هشام العمراني كان السكرتير العام للكاف مش مصري، راجل تونسي. هل كل مين المعايير كان مساعد؟ هل كل مين كان مساعد مصطفى او مغربي كان فيكن جازمجانيان فيكن زملكاوي 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 صحيح. وهي في النهايه خدوا بالكم يعني وعلى فكره مره استندوا اليه وطلع معانا في ملك وكتابه وقال ده انا اللي بلغت بالمعايير وانا اللي المعايير دي لما اتحطت للجميع وتم التعامل معاها. ما يخص الاهلي وصل لل 40 نقطة بهذا المعيار. طب الزمالك وصل لكام وبأنهي معيار؟ في معايير الاتحاد الافريقي. الزمالك فاز ببطولة أبطال الدوري في النظام القديم أربع مرات 84 و86 و93 و96. خد 4 في 4 ب 16. فاز ببطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة سنة 2000. طب ما انت لما اديت للاهلي كاس الكوس باربعه اديت للزمالك كاس الكوس باربعه. الاربعه بتاعت الاهلي مكتوبه بالانجليزي واربعه الزمالك مكتوبه بالعربي.
هي دي ناقصه سنه ودي زياده سنه. الزمالك خد 4 درجات والاهلي خد 4 درجات. خد الزمالك مره كاس الكؤوس 4-1 ب4، فاز ببطوله السوبر الافريقي مرتين 94 و97. بطوله السوبر الافريقيه بياخد عليها درجه في 2-2. المشكله في الجزئيه ديت ان هو عايز يحسب الكاس السوبر ككاس، يحسبها نعد الترابيزات انت ترابيزتك عليها كام كاس، فعايز يدي السوبر 4 درجات. طب ما هو الاهلي لما خد السوبر ما خدش 4 درجات، انت تاخد 4 درجات والاهلي لا ليه؟ ثانيا هو انت خدت السوبر ده بناء على ايه؟ ان انت بطل لاحدى البطولتين، يعني انت اوكي خدت 4 درجات، انت خدت 4 درجات كبطل الدوري او هو بطل مش الكوز. معترف بالنظام ده، فانت عايز تاخد 4 درجات على البطوله اللي خدتها وترجع تاخد 4 درجات تاني عن كاس السوبر. كاس سوبر بتتلعب من مباراه واحده 90 دقيقه تخلص بشوطه، عايز تساويها ببطوله لعب فيها الفريق كل ادوار البطوله ذهاب واياب سفر وعوده. شوفوا المنطق الغريب. الزمالك لما خد كاس السوبر في 94 و97 خد درجه عن كل بطوله، يعني خد درجتين. وصل لنهائي ابطال الدوري بالنظام القديم مره واحده وخسر في 94، فخد نقطة أو خد 3 نقط في 1-3. وصل لنصف نهائي أبطال الدوري بالنظام القديم مرة واحدة في سنة 85، 2-1 ب2. وصل لنصف نهائي أبطال الكؤوس مرة واحدة في 76، التاريخ حافظ له مشاركته في 76، ودي أمانة المعايير إن كل حد تعب في مشاركة حفظ حقه. الزمالك محفوظ حقه 2-1 ب2. وصل لنصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي مرة واحدة في 99، 2-1 ب2. وصل لدور الثمانية في أبطال الدوري بالنظام القديم مرتين 79 و87، 1-2 ب2. وصل لدور الثمانية في أبطال الدوري والتاني في مجموعته مرة واحدة في 97، 3-1 ب3. وصل لدور الثمانية في أبطال الكؤوس مرة واحدة في 78، خد نقطة بنقطة. أصبح إجمالي الزمالك 37 نقطة والأهلي 40 نقطة عن نفس المعيار، عن نفس المعيار. أي تعديل في المعايير ده برضو الجزئية الافتراضية. الإشكالية يا أستاذ إبراهيم، خلي بالك هما بيفكروا إزاي. هو مش معترف بالمعايير دي. هو أنت مش بنقلك إن المعايير دي في غلط في الحساب أو إدوا الأهلي حق بالمعايير دي حق مش بتاع أكتر. هو مش مقتنع بالمعايير دي اللي ما احتجش عليها اول ما طلعت، اللي كان مستفيد منها وصلته من السابع الى الثاني. يعني هو لو كان احتج سنه 94 كان يتفهم ان هو كان مش عاجبه النظام ده، بس هو كان الموضوع مش في باله خالص. هو لما فوجئ ان الاهلي بيلعب الكؤوس ويسيبه يلعب الدوري لا عنده فرصه انه يتكلم بعدين. لما فوجئ ان الاهلي انسحب وحرم نفسه من 3 محاولات في 6 القاب نفس الكلام. وهم حتى بعد كده التاريخ والاحصاء ما كانوا بيحسبوا الاكثر حصولا على القاب، وحد قال انه مش الزمالك بس مش هو نادي القرن. يعني انت دلوقتي عندك امتحان جبت الفول مارك، ها في 8 اسئله جبت الفول مارك انت في 5 أسئلة وأنا جبت الفول مارك في 4 أسئلة. جينا في ال3 أسئلة اللي باقيين أنا تجاوزتك فيهم. بتطلع أول الثانوية العامة باللي بتجيب المواد النهائية فيها ولا بيديلك على المجموع الكلي؟ الكلي. الكلي، ما بيقولش عندك كام فول مارك. بيجي بيقول لك مجموعك بقى كذا. لأن ده تقييمك العلمي، ده تقييمك الموضوعي، إنك أنت في النهاية أنت أكتر واحد جاب حصل على درجات في كل العلوم. ما قالكش بقى بس هو عنده 4 فول مارك وأنت عندك 3، فصوت ما تدلوش الحق إنه يبقى أول الثانوية العامة. كفاية بقى ضغط على أعصاب الناس اللي هي جماهيركم أول ناس، لأن هم دلوقتي عايشين كده إنهم مظلومين. في حين
ان لو ان المعيار ده انت احتجيت عليه كان ممكن تتكلم النهارده، ولو ان ما برضه ولو احتجيت عليه وترد عليك وقبلته مش من حقك تتكلم. انت بتدور على المعيار بعد البطوله ما تخلص، انك ازاي المعيار انهي معيار ينطبق عليك وتقول هو ده اللي كان صح. لكن قبل التقييم ما يخلص، طول ما انت شايفه كان في مصلحتك، كان متوقعين ايه هم لما بقى الثاني؟ لو الاهلي اعتذر البطوله دي ما كانش الزمالك فتح هذا الموضوع خالص، لان ما كانش هيلعب الاهلي وكان هيلعب الزمالك، وممكن الزمالك يتجاوزه بعدد النقاط لو وصل لاي دور. انما لعب الاهلي خلاه خد نقطه والزمالك ما خدش ولا نقطه. هو اللي حافظ للنادي الاهلي على البطوله. بعد كده الاهلي ابتدى يشارك في كل البطولات ويكتسح كل البطولات لانه اتعلم الدرس. ما سيبش غيري يستفيد من عطائي ويعايرني بيه. اذا ثلاث اربع خمس حقائق واضحين جدا. الحقيقه الاولى، هذه المعايير وضعت في الكاف قبل نهايه القرن بسبع سنين كاملين. لو حد كان بيعلم الغيب النتائج هتمشي ازاي بعد سبع سنين، الاهلي اعتذر او انسحب من البطولات الافريقيه بعد وقعه السوبر، عوقب الاهلي بالايقاف ورجع بعد سنتين او بعد ثلاث سنين، غاب سنه وعوقب سنتين، رجع بعد ثلاث سنين يشارك. يعني وقت اعلان هذا التصنيف او هذه المعايير كان الاهلي موجود، ما حدش كان عارف في خلال السبع سنين. ووقت الاعتذار كان الاهلي هو الاول. اربع سنين كاملين بعد الواقعه بتاعت السوبر الاهلي لا يشارك، ما كانش معروف ابدا والمعايير بتتحط، الاهلي هيريح اربع سنين ويرجع يشارك عشان يجيب بطولات قد كده، يلحق حسن ابن قصر، عشان يلحق الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب يبنوا قصر. نبي ده كلام والله العظيم ولا حواديت قبل النوم. للأسف. يعني انتوا عايزين، هو عايزين يتكلموا من طرف واحد، ما حدش يرد بالمنطق حتى. بالحقيقه وبالمنطق. يعني انت هترشي عشان حق هو عندك؟ يعني انت دلوقتي صححت الورق وانا اول ثانويه العامه، اروح مراشي المصحح عشان يطلعني اول ثانويه العامه؟ طب ما انا اول الثانويه العامه. المعايير دي ما زال معمول بيها حتى الان. ابتعد عيسى حياته صاحب القصر في الجنه واللي خد اليورو قبل ما يخترع، وابتعد مصطفى فهمي اللي اتهم ان هو اللي حط داء مجامله للاهلي، ولا زال التصنيف شغال. ولا زلت بقول لهم ارفعوا قضيه وريحونا وبعدين نفسكم. هي دي واحده من الحقائق. لماذا لا ينتهي كل هذا الكلام العبثي الممل الرتيب بالمحكمه؟ يا جماعه اللي بيتخانق مع واحد بيروح يشتكيه في المحكمه، انتوا متخانقين على لقب كبير قوي ما تقضوهاش. مش عايز هنسكت هنقاوح. روح للمحكمة الرياضية الدولية، روح لمحكمة العدل الدولية، روح للاتحاد الدولي، روح للاتحاد الأفريقي في مؤسسته الجديدة، روح لأي طرف مسؤول قول له أنا اتظلمت وعندي حق في كذا. كلام الدولي. كلام كلام. لكن توصل لدرجة أنه يتم اتهام النادي الأهلي وقياداته بدفع رشا، عيب قوي. هو عيب قوي. هو احنا ما كناش ناويين نتكلم في الموضوع ده تاني يا إبراهيم إلا لأن التناول المرة دي كان فيه تجاوز. الكابتن خالد الغندور واحد من اللي دايما مهتمين بهذه القضيه، واتمنى انه يتبنى راينا في انه الناس تروح تشتكي لجهات مسؤوله، ما تقضيهاش اعلام وتشويه ومواقع، لا في محاكم وفي جهات دوليه، بلاش حتى الافريقيه، روح للمحكمه الدوليه اسال المعايير مشيت ازاي. اذا كان حتى النموذج اللي ريال مدريد خد بيه اللقب على حساب الميلان مش عاجبكم، اذهبوا إلى أي جهة مسؤولة غير ألسنة الكذب زي ما ورد في هذا الاتهام البشع للنادي الأهلي بتقديم رشا. كابتن خالد الغندور طلب حاجة مهمة، هنشوف طلب إيه ويا رب نقدر نحقق له طلبه. كابتن خالد الغندور، أنا عايز مستند رسمي يطلع من الاتحاد الأفريقي يقول إن هو اعتمدوا هذا النظام، لانه هو الراجل معاه حق، احنا مش هناخد باللي يتقال في الاهرام، مع كل الاحترام والتقدير للاهرام ولكل الصحف، لكن الراجل معاه حق، كل الحق، مش هناخد كلام فيما يخص حقيقه تاريخيه، لقب تاريخي مهم جدا عن 100 سنه
ما ينفعش يتاخد من الجرايد. هو شايف ان احنا بنتكلم بما نشر في الجرايد، وشايف انه ده ظلم وده تزوير للحقيقة. انا موافق، موافقه انه لا يمكن في حاجة مهمة زي ديت نعتد فقط ونحتكم لما نشر في الجرايد. ما نشر من الاتحاد الافريقي نفسه هو اللي يصدق، مش احنا اللي هنقول. لا، الناقد الرياضي العزيز الاستاذ محمد شبانة، وهو راجل بالمناسبه زملكاوي مش اهلاوي، تعرض لهذه القضيه من قبل 2009 وقدم مستنداته من الاتحاد الافريقي. والنهارده في الاذاعه شبانة اضطر ان هو يرد على كل اكاذيب على السيسي بنفس المستندات اللي عرضها صوت وصوره في 2009 من الاتحاد الافريقي، اللي خالد الغندور عايز المستند بتاعه يا ريت يتفرج عليه. اللي قدام حضراتكم الصورة دي هي نشرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في يناير عام 94. ده الكفر بتاعها. هذه النشرة كانت اصدرت على هامش بطولة الامم الافريقية سنة 94 بتونس. دي النشرة اللي هي الدورة 19 لكأس افريقيا للامم تونس من 25 مارس الى 10 ابريل. شفت حضراتكم النشرة دي؟ قدام حضراتكم ادي الكفر بتاعها، قدام حضراتكم واضح وصريح وما فيهوش كلام. وقتها عايز بقول لحضراتكم الدكتور فيكن قال انا ما اعرفش حاجه عن القصه دي، وما اعرفش حاجه اسمها تصنيف الوقت ده، لدرجه ان حد قال له ده الاهرام كاتب الكلام ده، فاتقال ماليش دعوه بالاهرام. وقتها كانت جريده الاهرام كاتبه ان الاتحاد الافريقي قرر يعمل تصنيف معين بارقام معينه وبشكل معين عشان يحدد مين نادي القرن ومين منتخب القرن، تصنيف سنوي يعني، او عشان يحدد مين هيبقى نادي القرن او مين هيبقى افضل انديه في تاريخ الاتحاد الافريقي وافضل منتخبات. الدكتور فيكن قال برضه انا مش فاكر الكلام ده. تاني ورقه في النشره هطلعها لحضراتكم دلوقتي بتتضمن اسم الدكتور فيكن جزميجيان بتاريخ يناير سنة 94. ادي الورقة قدام حضراتكم. الاتحاد الافريقي قال جوه النشرة، ادى فكرة عن التصنيف وطريقة التصنيف وكيف يتم التصنيف للمنتخبات وللأندية. للمنتخبات وللأندية. بصوا حضراتكم بقى المنتخبات، المفاجأة ان كان المنتخب المصري في المركز الاول برصيد 85 نقطة. كان المنتخب الكاميروني متساوي، يا ريت تطلعوا لنا بالورقة الثالثة دي بالظبط اللي فيها، دي اللي فيها المنتخبات اهي، دي اللي فيها المنتخبات. ايجيبت منتخب مصر قدام حضراتكم 85 نقطة، البي تي اس دي اللي هو بوينتس يعني. بعد كده الكاميرون ونيجيريا 61 نقطة بيتساووا في المركز الثاني. ده تصنيف سنة 94 طبقا للأسس اللي حطها الاتحاد الافريقي واللي اتجمعت خرجت في نشرة الاتحاد الافريقي سنة 94 للمنتخبات. انتهى القرن، الكاميرون هي الأول، عشان برضو البعض اللي قال لك طب هما جاملوا مصر في الأهلي وجاملوا الكاميرون عشان عيسى حياته، جاملوا حسن مصطفى ادوا الاهلي وفي المقابل جاملوا عيسى حياته فادوا له الكاميرون. لا، سنه 94 لما طلع طريقه التصنيف بالنقط، يعني اللي يخش دور 8 ياخد كام، اللي يخش النهائي ياخد كام، اللي يخش قبل النهائي ياخد كام، اللي ياخد البطوله ياخد كام، كذا 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 كذا، اسفرت ان الكاميرون اساسا في المركز الثاني وبينها وبين مصر يعني من 85 نقطه ل 61 نقطه كان فرق 24 نقطه. استمرت البطولات الافريقيه 94 96 98 2000 فتصدر الكاميرون الصداره وحصل على لقب منتخب القاره. نروح بقى لتصنيف الانديه، هو الاهم واللي بنتكلم عنه، ومن نشره الاتحاد الافريقي اللي نقلت عنها الاهرام ما نشر في ذلك الوقت في سنه 94. نشره الاتحاد الافريقي قالت بقى بالنسبه للانديه اللي في افريقيا وترتيبها طبقا للطريقه احتساب النقاط في التصنيف الافريقي. الاول قبل ما اقول لكم عايز اقول لكم طريقه احتساب النقاط. طريقه احتساب النقاط قالت الطريقه اللي عملها الاتحاد الافريقي بتقول
يتم احتساب النقاط وفقا للقواعد التاليه التي وضعها اتحاد افريقيا لكره القدم. اولا بالنسبه لبطوله افريقيا ابطال الدوري وبطوله افريقيا ابطال الكؤوس، اربع النسخه القديمه 4 نقاط لحامل اللقب، 3 نقاط للوصيف، نقطتين للنادي البالغ دور قبل النهائي، نقطه واحده لكل نادي يصل الى دور الثمانيه. بعد تعديل النظام البطوله لدوري ابطال افريقيا منذ عام 97، 5 نقاط للبطل، 4 نقاط للوصيف، 3 نقاط لصاحبي المركز الثاني في دوري المجموعات اللي هم البالغين للدور قبل النهائي، يعني نقطتين لصاحبي المركز الثالث في دوري المجموعات، نقطه واحده لصاحبي المركز الرابع في دوري المجموعات، وتضاف نقطه لحامل لقب كاس السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي للكونفدراليه بعد كده، ثم اضافت نقطتين لمن يتاهل الى نهائي كاس العالم اللي انطلقت سنه 8 كاس العالم للانديه طبعا اللي انطلقت سنه 98 وتوقفت قبل ان تخرج للنور سنه 2005. نشوف بقى، اطلعوا لنا بالورقه، اطلعوا لنا، اطلع بالمستند الرابع. دي الانديه اللي حطها الاتحاد الافريقي في النشره بتاعته في مطلع سنه 94 طبقا للتصنيف اللي حطه ايضا في نفس النشره. بصوا حضراتكم ترتيب الانديه كان ازاي بالارقام والنقاط. نمبر 1 اللي هو نمره 1 ناسيونال اللي هو النادي الاهلي. الاهلي ترجمتها ناسيونال يعني بالفرنسي. بتقول ايه؟ الاهلي ايجيبت 134 نقطه. المفاجأة إن الزمالك مش في المركز الثاني. يعني المفاجأة إن الزمالك سنة 94 ما كانش في المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، بل كان في المركز السادس في ذلك الوقت. أعتقد الكابتن خالد الغندور سمع من الصديق محمد شبانة ما يكفي فيما يخص الورق الرسمي اللي صدر على الاتحاد الأفريقي. هو خالد قال أنا عايز ما نعتمدش على الجرايد ونعتمد على ورق رسمي صدر من الاتحاد الافريقي. الكاف نيوز دي النشره الرسميه من الاتحاد الافريقي اللي بيطلعها متضمنه كل قراراته وكل الانظمه اللي بيطلعها قبل البطولات وبعد كل الاجتماعات، بيطلع نشره اخبار الاتحاد الافريقي الكاف نيوز. فهي اللي الزميل محمد شبانه عرضها في 2009 بيرد بيها على كل هذه القضيه المثاره. ووقتها لما اتقال ان الدكتور فيكينج ازمجيان نسبوا ليه كلام انه قال ان انا ما كنتش اعرف عن اللي تم وما كنتش مشارك فيه، فشبانة طلع له قال له ادي امضتك، انت اللي ماضي في النشره وانت اللي حاضر الاجتماع. دي مساله واضحه وضوح العيان. فهذه جزئيه وهو قال معانا كده في ملك اتمنى انها تكون وضحت تماما. لا في لكن جزئيه المنتخبات ايوه دي اللي واحدة من الأباطيل اللي نسبوها للاتحاد الأفريقي، أنه في مقابل أنه يتم مجاملة الأهلي ياخد نادي القرن يجاملوا عيسى حياته ويدوا الكاميرون منتخب القرن. ده ما أعلن في 2000 أو مع نهاية القرن. طيب اللي قاله صديقنا محمد شبانة بلغ الأهمية والرد على ده مسبقا، أنه وقت ما وضعت هذه المعايير في وأعلنت رسميا في نشرة الكاف في 94 كانت مصر هي منتخب القرن أو منتخب مصر هو المنتخب الأول. نقطة كان عنده 75 نقطة متقدم متساوي مع نيجيريا حتى والكاميرون الثالث. لكن اللي حصل إيه؟ من 94 لغاية نهاية القرن النقاط اللي الاتحاد الأفريقي بيديها للمنتخبات اللي بيشارك في كأس العالم، اللي بيتأهل للدور الثاني في كأس العالم، اللي بيشارك في كأس الأمم، اللي بيتخطى أدوار في كأس الأمم بياخد درجات، وفقا للنقاط والمعايير اللي نفس الاتحاد الأفريقي خصصها للمنتخبات. زي ما قفزت بالكاميرون خلته يبقى المركز الأول على حساب مصر، ما كانش عيسى حياته صاحب قصر الجنة يعلم الغيب انه منتخب بلاده في الست سنين اللي جاية. مش عيب ان احنا نقول على واحد خد رشوة هيعمل كل ده ويدافع عن نفسه. أنا بس هتوقف عن كلمة، ليه بسألك كام نقطة؟ في المنتخبات؟ ما سجلتهاش ورايا على 75 نقطة هو قال. 75 لكام؟ في فرق حاجة 85 مصر و61 الكاميرون. 61 كاميرون، يعني حاجة 26 نقطة. كلمة نقطة يعني إيه؟ يعني كان الحساب بالنقاط ولا بالألقاب؟ نقاط بالنقاط. بس خلصت.
يعني هو لما حسب المنتخبات كمان وحط مصر قبل الكاميرون كان الحساب بايه؟ نقطة. كلمة أيوه. نقطة. أه. إذن بالنقاط. أيوه. ولما حط النادي الأهلي سنة 94 قال بإيه؟ بالنقاط. قال بالنقاط، ما قالش بالألقاب. أه. الأكثر تتويجا ده موضوع تاني اتحسب بالألقاب اللي أنت حصلت عليها. أه. هو راح كأس العالم عمل نتائج كويسة، مش أنت خدت كأس الأمم. هو ما راحش كأس العالم. يعني أنت ما رحتش مصر، أنت من بعدها ما رحتش. أنت بتتكلم على المنتخبات. أه. أنا بتكلم على كلمة يا جماعة، هي كلمة نقاط حلت الموضوع. الحساب هنا وهنا بالنقاط. انتوا عايزين تحطوا نظام بعد الليله ما ظهرت يسمح لكم انكم تاخذوا البطوله، اعملوه بينكم وبين بعض بس خلاص، واحتفلوا بيه كمان بس ما تتكلموش في الجهات الرسميه وما تلوثوش سمعه الناس. كفايه بقى كلام في اعراض الناس، لان الموضوع زاد عن حده، زاد عن حده. الناس عماله يا استاذ ابراهيم دلوقتي ترطع في ذمم الناس وفي اخلاق الناس، وطالما ما حدش بيرد اتمادى. يعني احنا هنفضل طول النهار نرفع قضايا؟ يعني ايه المطلوب يعني؟ يعني هل احنا دورنا في الرياضه ان احنا نعمل كده؟ هو الاستاذ شبانه ده ما هو زملكاوي صحيح، لكن احترم مهنته واحترم وقلمه واحترم معلوماته واحترم مسؤوليته. يجي واحد تاني مشجع اعلامي بدرجة مشجع مش عايز المعايير دي كلها، عايز ياخدك في سكة تانية خالص. وخد بقى الشتيمة اللي هنتشتمها بعديها نتيجة ان انت بتكشف الناس دي او بتطلع الحقيقة الدامغة. بتنتظر ايه يعني؟ انت يا حبيبي عايز تقول انا الاكثر تتويجا، ريح نفسك وقولها. لكن انت مش بطل قادم، انت مش نادي قادم، لان لو الاهلي كان حاططها في دماغه والله العظيم ثلاثة ما كان هيبقى فيه منافسة. اه طبعا، على فكرة الزمالك البطولات بتاعته هو بطل الدوري، ما فيش الا بطولة 93 اللي واخدها بناء على التتويج المحلي. يا سيدي انت لما كل بطولة في بطل اخر محلي. بطولة 86 بطولة 96 كان الاهلي منسحب وكان هو بطل الدوري، و86 اللي بطل الدوري. هو مين كان بطل الدوري في التسعينات؟ سبع مرات متتالية للأهلي. 96 كان بطل الدوري. أيوة. لما ما اشتركش الزمالك دخل. فأنت بتخش بدالي وتقول لي أنا أحسن منك؟ دي حاجة. النقطة الثانية، 86 كان مين بطل الدوري؟ الأهلي. وكان بطل الكأس. أنا بس عايز حد عشان ما حدش يطلع يقول لي صح 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 صحح لي الأرقام. طب إحنا في 86 اخترنا بطولة الكأس. ولما خدنا الكاس لعبنا 93 لان كنا ابطال الكاس ما كناش ابطال الدوري. فبقت المره الرابعه. هي كده. يا جماعه لو احنا كنا مرتبين لليله دي، طب مش مصطفى فهمي جمل الاهلي؟ ده كان عضو مجلس اداره ساعتها في النادي الاهلي. صحيح. كان يقدر يقول للكابتن صالح ما تنسحبش وخلي بالك واشترك في الدوري يعني ما تشاركش في الكؤوس علشان الزمالك هيحصل، كان قدر عمل كل ده. الراجل فصل تماما بين احترامه لمسؤوليته في الاتحاد الافريقي ووجوده في النادي الاهلي، بدل ما يحيى يتهم. ده انا سمعت منه انه هو اللي كتب هو والكابتن عبد المجيد نعمان قرار الاعتذار عن المشاركه. أيوة. في البطوله الافريقيه. ايوه قال لك كابتن صالح قال له اقعد مع الكابتن نعمان واكتبوا بيان الاعتذار. وبعدين لما جينا نرجع وانا بقول لكابتن صالح الترتيب هيروح مننا، مصطفى ايه حكايه الترتيب ده؟ في ترتيب؟ قال له ايوه. قال له الله، طب ايه الحل؟ اتفقنا اشتركنا لو تتذكر اشتركنا بفرقتين ا وب، ا طلعت على البطوله العربيه وب لعبت قدام البن الاثيوبي هنا وخرجنا بالتعادل 2-2. يعني اعتقد كل الحقائق وضحت، بس هنعمل ايه؟ لا هنعمل كده خلاص مش هنسكت. الاسبوع اللي فات الاستاذ محمود معروف يتحفنا بجرعة شديدة جدا من الأكاذيب اللي وجب ساعتها التعامل معاها والرد عليها، والنهاردة علي السيسي يقدم كل هذه المغالطات. طب دي يعني صدف ولا في ورقة ولا تحركات ممنهجة؟
لما واحد يجي يقول لك انا وصل ان يقول كلمه المهندس صلاح حسب الله له فوت المره دي ده ماتشك ده حلو ماتشك مش ماتش سيبهم يلعبوا الماتشين وبعد كده نقي ماتش نقي ماتش يبقى بتاع الاهلي مش ممكن ان احنا نصل الى هذا العبث والله يعني عارف انت فعلا لو الكلام بتاعه مظبوط ده كان اتقال ان يكفي الاهلي التعادل لو الماتش بتاع 1-1 ده كان هو الاول والثاني الثاني يكفي مش معقول يا اخوانا للدرجه دي هي موجه الكذب التي تغرق اصحابها وليه تغرق اصحابها لاحظوا ان من اول ما الزمالك العريق العتيد انشغل بترديد كذبه نادي القرن من 2002 ما خدش بطوله هي ديت فكره ان الناس تفرغت ان هي تشغل بالها باكاذيب وتقنع جمهورها باباطيل بقول لكم ما خدش بطوله يعني من 2002 اخر بطوله الزمالك خدها لغايه دلوقتي من بعد حكايه نادي القرن ما خدش بطوله ومع هذا ما رفعش كاس من 2002 لغايه 2018 تصنيف له موجود في التصنيف وبياخد نقط وترتيبه محافظ عليه طب هو انت لما بتاخد نقاط خلال ال 16 سنة فاتوا دول والتصنيف محطوط فيك ده انت لو على عدد الكاسات كان زمانك طلعت بره القارة كلها مش بره التصنيف ومع هذا انت بتاخد نقط بموجب هذه المسطرة اللي انت بتنكرها على الاهلي لان هي لما افضت في نهاية القرن ان الاهلي نادي القرن ما قبلتهاش دلوقتي وهي محافظة على وجودك انت موافق عليه هو ده نفس المنطق وارجع اقول اللي له حق ياخده من الجهات المسؤولة؟ من الجهات القضائية؟ من الجهات الرياضية؟ حلو قوي الفيفا يعني هم بيقولوا ده مستند من الفيفا، حلو قوي هبات معاكم الفيفا اهي. فيفا البلد. طيب، ماذا بعد تصريح خروج جماعي من المستشفى؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بعد كل هذا العبث نتكلم على النماذج الناصعه والتجارب الاداريه الرياضيه الناجحه واللي لازم الناس تقتدي بيها واللي لازم يبقى فيه نوع من الضوء على مشوار الابطال هذا الاسبوع تحتفل الدكتورة رانيا علواني بطلة مصر وأفريقيا في السباحة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس أو عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو مجلس النواب يا باشمهندس بعيد ميلادها بنقول لها كل سنة وانت طيبة يا دكتورة رانيا ومزيد من التألق والنجاحات إن شاء الله. رانيا يعني الحقيقة نموذج من النماذج الرائعة للمرأة المصرية والبطلة المصرية ومشرفانا في كل المجالات المحليه والاقليميه والدوليه وست فريق صحيح هي فريق اكتر من حد في الطب ناجحه ومتفوقه وبتحب مهنتها ولها زباينها اللي مش عايزين غيرها في الرياضه عملت اللي محدش غيرها عمله قبليها في المجال في العمل العام حتى يعني انت بتتكلم في العمل العام وبعدين على المستوى الدولي كوجه مشرفه سواء على اللجنه الاولمبيه الدوليه او حتى في مجلس اداره النادي الاهلي حاجه رائعه يعني يا ريت تكون عندنا 10 15 رانيا. واستمرارها حتى في مشوار النجاح بعد السباحه يعني رانيا علواني عملت ارقام افريقيه كبيره جدا وعملت بطولات في البحر المتوسط انا اذكر كنت معاهم في البحر المتوسط في غاري واخدتين دهب في 97 يعني ما شاء الله يعني كانت صائد الذهب البحر المتوسط فعلا استمرارها في هذا النجاح بعد كده هو ده النموذج يا جماعه ده نموذج المراه المصريه اللي متعلمه كويس قوي الناجحه كويس جدا اللي طموحه باستمرار لان انتوا لما تشوفوا يبقى في طموح رياضي يوصل صاحبه ان يبقى عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه دي مساله دي قمه كام سنه ده قمه النجاح والتوهج الاداري لما تبقى تنال في كل مره تقدم نفسها للجمعيه العموميه اللي ناديها النادي الاهلي اللي هي فيه ابا عن جد تحوز ثقه الجمعيه العموميه باستمرار ده قيمه نجاحها داخل النادي لما يكون في مجتمعها المصري
تبقى عضو مجلس نواب ليها دور وليها حضور وليها رأي. أنا أعتقد هذا التنوع في هذه المجالات الناجحة تستحق معاها رانيا علواني كل التهاني ومزيد من التألق والنجاح في عيد ميلادها إن شاء الله. بس إيه حكاية شهر أكتوبر ده؟ شهر العظماء في كرة القدم. يعني طب رانيا علواني السباحة وقلنا ماشي، بس إيه كرة القدم؟ إيه كرة القدم وارتباطها فعلا بأبرز مواهب الكرة، إنه يبقى في شهر 10 ويتصادف إنه كمان اللي بيتألقوا في أبرز مواهب كرة القدم اللي بيلعبوا بنمرة 10. نشوف هذا التقرير وبعد كده نسمع المهندس عدلي. أكتوبر شهر العظماء عبارة طالما تكررت حتى تقررت، فهل بالفعل هو شهر العظماء؟ التاريخ يجيب مؤكدا أن ثمة رابطا سريا يجمع بين مواليد أكتوبر وعظماء خلدهم التاريخ في كل المجالات. على الصعيد الكروي ما أن يأتي ذكر مواليد هذا الشهر حتى تستدعي الذاكرة اسم الكابتن الخطيب الذي لم تحظى ملاعب الكرة المصرية والإفريقية بجمال وشرف قلما أن يتكرر في لاعب بحجمه وموهبته وحلاوة أدائه. يأتي معه من مواليد هذا الشهر ثلاثة من أمهر اللاعبين المصريين في مراكزهم وهم وليد صلاح الدين، إكرامي، فاروق جعفر. أما على الصعيد الإفريقي فيأتي الليبيري جورج ويا الحاصل على جائزة الأفضل في إفريقيا وأوروبا والعالم في إنجاز لم يتكرر في تاريخ القارة السمراء. على المستوى العالمي يزين التاريخ صفحاته بأسماء أساطير كروية ظهرت العالم، في مقدمتهم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الذي يرى كثيرون أنه أفضل من لعب كرة القدم في التاريخ، فيما يرى آخرون أن الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هو الأفضل. لا بأس، فكلاهما من مواليد أكتوبر وكلاهما يستحق. ثم يتدفق خروج المشاهير إلى الدنيا في شهر أكتوبر، فتأتي أسماء ما زالت تصدح في الملاعب مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الإنجليزي واين روني، الألماني مسعود أوزيل. يبقى السؤال، إذا كان أكتوبر هو شهر العظماء فما هو سر الارتباط بينه وبين عظمة مواليده؟ قطعا لن تجد إجابة، لكنك في النهاية سوف تسلم بأن أكتوبر بالفعل هو شهر العظماء. أكتوبر شهر العظماء في كرة القدم تحديدا، والحقيقة بيليه، مارادونا، جورج ويا، كل واحد فيهم خد لقب الأفضل على العالم، مسعود أوزيل، إبراموفيتش، حاجة يعني مواهب جامدة جدا. لما تخش على الصعيد المحلي وتلاقي كابتن فاروق جعفر، الكابتن الخطيب، كابتن وليد صلاح، مواهب جبارة. بس أنا عايز أتوقف عند الكابتن محمود الخطيب، لأني أثق لو أن الكابتن الخطيب كان يعيش أجواء الاحتراف الحالي يا أستاذ إبراهيم كان ممكن أن يحقق مكانة عالمية كبيرة، تجربة جورج ويا، لأنه مهاريا لا يضاهيه في المهارة الفردية إلا بيليه.
يعني مارادونا مارادونا اللعيب السريع القوي اللي بيرقص على السبت اللي بيتحرك كتير الشويت اللي عنده كل حاجه، يعني هو النموذج الاقرب لبيلي من اللعيبه المصريين هو محمد لمارادونا ومحمد صلاح. ايوه واخد بالك؟ لكن بيلي هو بكوكتيل المهاره دي ها هو محمود الخطيب. وكان في لعيب في اكتر من لاعب مصري كان يستحق، لكن او الظروف ما خدمتش. لو كان الاحتراف موجود دلوقتي كان ممكن نشوف كابتن علي ابو جريشه، كان ممكن نشوف كابتن حسن شحاته، كان حمدي نوح لا وحمدي نوح، وكان ممكن نشوف الكابتن الشاذلي، كان ممكن نشوف الكابتن مصطفى رياض، الفناجيلي طبعا، الكابتن صالح احترف وتالق في النمسا. انما الاجواء الاحترافيه دي ما كانش في الجيل العظيم العبقري اللي كان موجود في السبعينات والثمانينات. اعتقد ان الكابتن الخطيب يبقى الجون ده لا انت جون ايه ده انت طب والله العظيم احلى جون جابه في حياته ما تسجلش. كان الاهلي والسكه الحديد تحت 21 سنه في ملعب الاهلي. بقيت انا وفتحي نصير نتنطط كنا واقفين جنب بعض. لا لا عمل في عملها من فوق اللاعب بس ما شاطش بقى. عملها كده بس جوه ال 18 فاللعيب الضاير عملها تاني من الناحيه الثانيه. طلع عليه الجون راح ضارب الكوره في الارض فطلعت من فوق الجون راح حاططها. يعني ثلاث اربع مهارات في دقيقه في 10 خمس ثواني. انا كنت بقول عمل زي بتاع البسبوسه كده 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 وبعدين حطها جون. فلا ده جون ما تسجلش. طب يعني ايه الرابط؟ يعني حتى التقرير تساءل. لا ما فيش دي صدفه. ايه بقى إيه يعني؟ عايزين هتقول لي عندما يلتقي القمر مع النجوم لا اسمك من الكلام ده. انك انت تلاقي موهيب مواليد شهر 10 عشرة. وكله 10 وكلهم ولاد 10. فكل سنه وكابتن فاروق جعفر طيب، كل سنه وكابتن وليد طيب، كل سنه وكابتن محمود اكرامي وكابتن طيب اكرامي وكابتن اكرامي برضه 10. لا ده شهر مهم قوي. ما انا بقول لك شهر غريب. مين تاني من لعيبتنا في شهر 10؟ لا هتلاقي كتير بس ده اللي عرفنا حصرناه. دي يمكن راني علوان اللي فكرتنا اكبر شهر المتميزين الناجحين فعلا، يعني سواء على الصعيد الرياضي او اذا كان سباحه او كره القدم. ايه رايك في تصريح خروج جماعه من المستشفى؟ المره اللي فاتت رصدنا ظاهره مستشفى الاهلي لعلاج اليوم الواحد او الموسم الكامل. هو كويس ان انت تركز تقول للناس موقف الاصابات في كل واحد وامتى بالظبط، بس عايزين برضو رامي ربيع حد يطمن عليه. طيب هقول لك انا دلوقتي التصريح الخروج الجماعي من المستشفى هذا الاسبوع كان لمين؟ علشان الجمهور يطمن على حاله اللعيبه وحاله الفرقه اللي هتسافر باذن الله تعالى يوم الاحد الى الجزائر. جونيور اجاييه كانت اصابته خلع في صابونه الركبه، اصابه مؤثره جدا. دول اللي لسه ما خرجوش من المستشفى ده لسه ما خدش. احنا دلوقتي بنقلب في كشف اللي موجودين في المستشفى. يبقى جونيور اجاييه عنده خلع في صابونه الركبه، كان تعرض لها في مباراه الاهلي وتاون شيب السوازيلندي. نفذ برنامج تاهيلي وعلاجي كويس لمدة أسبوعين. أجاييه حصل على أجازة قصيرة لزيارة أسرته في نيجيريا، واصل خلالها البرنامج بتاعه قبل العودة للقاهرة. مفيش أي داعي للاستعجال، بينفذ برنامجه بشكل كويس جدا. طبعا للأسف لن يلحق. تخيل اللعيب ده ماذا كان يمكن أن نضيف إلى قوة الأهلي وشكله. اللعيب متكامل صحيح. رجع من اجازته وبيواصل برنامجه. علي معلول عارفين اصابته كانت في مباراه سطيف، عباره عن قطع في وتر العضله الاماميه. قطع في وتر العضله يعني حاجه في منتهى الرخامه والخطوره. انت مش بتتكلم في شد ولا مز،
وتر العضله الاماميه دي والعضله الضامه وحاجات. علاجه بيحتاج 90 يوم ومش هيحتاج ان شاء الله لتدخل جراحي. نجيب محمد نجيب اللاعب الملتزم المنضبط الرائع الحقيقه بنقول له الف سلامه عليك. كان اجريت ليه عمليه قطع في الغضروف اصيب فيها في مباراه الاهلي والحريه الغيني. اتعملت له بالفعل العمليه وعلى مشارف التجهيز. ايه يعني شهرين؟ ربنا سهل. ده بقيت شهرين مش عارف بقى. بقيه اللعيبه بقى اللي اتعمل لهم تصريح خروج من المستشفى، عمرو السوليه رجع والحمد لله شارك في مباراه الترسانه في كاس مصر، وانا اعتقد عوده عمرو السوليه فيها كتير من الاهميه لخط النص. خط النص الفتره اللي فاتت كان محتاج وجود عمرو بسرعه، واعتقد وجوده بيعزز قوه خط الوسط. وليد ازارو اللي تغيب عن لقاء الاتحاد في الدوري شارك مع منتخب بلاده امام جزر القمر وساهم في صنع ضربه جزاء لمنتخب المغرب فاز بيها 1-0. اذا حط رجله على طريق المشاركه الدوليه وان شاء الله يبقى جاهز لقياده هجوم الاهلي في المرحله اللي جايه. مروان محسن شارك مع المنتخب ايضا في مباراه سوازيلاند وجاهز بنسبه جيده. احمد فتحي وسعد سمير وميدو جابر وحسام عاشور خفوا الحمد لله وخدوا التصريح خروج من المستشفى وبيشاركوا في التدريبات. صلاح محسن دخل مران جماعي من امبارح وان شاء الله الجهاز بيجهزه لمباراه الصيف. باسم علي خف الحمد لله لكنه ما دخلش لسه التدريبات الجماعيه. رامي ربيعه اكتمل شفائه بدا يدخل في المران الجماعي من اسبوعين لكنه مش مسجل في القائمه المحليه، بيتم تجهيزه للعوده بشكل جيد ان شاء الله عشان يسجل في يناير. ادي اول صفقه جديده في يناير. يعني ما هو اللعيب مش عندك، وبعدين لعيب مهم جدا. يعني تخيل ده محمد نجيب. ده محمد نجيب. اراده هايله جدا. تخيل ان رامي ربيعه بقى لو موجود وبيلعب لك في ثلاث مراكز. الوسط المدافع الستوبر او المساك او الباك اليمين. ايه اكنه ثلاث لعيبه، بتضيف ثلاث لعيبه للفرقه بكفاءه لاعب دولي زي رامي ربيعه. فنتمنى رجوعه بسرعه لان الحقيقه الفرقه ما بيش تحتمل غيابات اكتر من كده. انت لما انت ما تشوف خط الظهر دلوقتي استاذ ابراهيم، وفي انباء عايزين كنا نطمن عليها دي يا ريت جهاز يتاكد لنا منها، ان كلوبالي مع المنتخب عنده شد مع منتخب بلاده. يا ريت يعرفوا لنا الخبر ده لان ده يبقى خبر من الاخبار السيئه جدا قبل ماتش وفاق الصيف. لعيب مهم. لعيب مهم، انت بتسترد سعد سمير، فلما يغيب على علي معلول يوم انت بتقول ايه؟ ايمن يروح ناحيه الشمال ويبقى سعد وكلوبالي وفتحي. يبقى انت كده ظبطتها بتحلها الى حد كبير. لكن كمان ان كلوبالي يغيب ومعلول يغيب مره واحده عمليه مزعجه. في الاصابات ديت الكلام كتر في الفتره اللي فاتت حوالين ارضيه الملاعب. هل ارضيات الملاعب في مصر عامه تحتاج مراجعه ودراسه؟ يعني مثلا ملعب التتش. ملعب التتش النجيله تشوفها شكلها حلو قوي. كل بالي سليم الحمد لله ما فيش حاجه. طب الحمد لله. يبقى هو طلع بشد خفيف. لحق نفسه الحمد لله. الملاعب طبعا الارضيات لما تكون صلبه او مش كويسه او مش مستويه بترهق العضلات جدا. وما تبقى نجيل صناعي بترهق العضلات جدا. فمؤكد الارضيه ليها تاثير، ولذلك المشروع بتاع اتحاد الكوره ما اعرفش مره واحده ما سمعناش عنه بعد كده. ان كل ملاعب مصر هتبتدي كانت تجهز تجهيزات على اعلى مستوى. حتى في المحافظات يعني. هي دي بدايه النهضه، لان اللي عنده مهاره مش هتبني الا في ملعب كويس. اللي عنده سرعه في العدو مش هيعدو بكفاءه الا اذا كان بيلعب في ملعب كويس. بس فارجو ان عموما
يعني عودة المصابين تباعا بيعزز قوة الفريق، ونتمنى إن شاء الله الأهلي يلاقي كل الدعم الفترة اللي جاية ويسافر بإذن الله للجزائر وهو مكتمل القوة، لأنه مباراة سطيف ليست سهلة يا باشمهندس. سهلة إزاي يا إخوانا؟ فرقة من الفرق الكبيرة والنتيجة 2-0 يعني ما هيش مطمئنة بالمرة يعني، ونرجو للتحكيم أن يكون موفقا في هذه المباراة. وهتجد أجواء بقى إيه الجون الثالث اللي اتلغى ده ولا كان ريحنا ليه؟ لأن الأمل بيدي نوع من الحوافز في التشجيع، حتى هتشوف جمهور متحمس جدا جدا جدا، مش هتبقى المسألة سهلة. طيب فنتمنى، والأرض نجيلة صناعي كما سمعت يعني. فلا في مصاعب صعبة لازم يؤديها النادي الأهلي بنفس الروح، ويكون موفق بنفس الطريقة في أنه يتعامل تكتيكيا مع المباراة، يبقى هو صاحب اليد العليا يعني. هو اللي يبدأها، هو اللي يبدأها. طيب إيه حكاية شد الحزام؟ يعني فجأة بقى الكل بيأكد إنه الأهلي لابد إنه يدخل في مرحلة شد الحزام من دلوقتي قبل الهنا بسنة، وقبل الكلام عن قيد يناير إنه قالوا كمان شد الحزام. هل الأهلي لوحده اللي عنده قيد في يناير؟ هل الأهلي اللي مطلوب منه لوحده يسجل 5 لعيبة في يناير؟ هل الأهلي لوحده اللي المفترض هينفذ حركات أو عمليات إعارة واستعارة وبيع وشراء واستغناء لوحده، ولا في 17 نادي تاني معاه؟ فكرة إنه والفريق مقدم على مباراة مهمة في قبل نهائي أفريقيا، وباستمرار قبل كل المباريات في حديث عن غضب وتمرد وتذمر وبيع وشراء وانتقالات، ومين غضبان ومين زعلان ومين هيجدد ومين مش عايز يجدد. ايه الرغبة في ابقاء السطح الاعلامي الاهلاوي ساخن دايما؟ ايه الرغبة في مسألة هز استقرار الفريق وعناصره، رغم انه كل الاندية عندها لعيبة، وكل الاندية عندها لعيبة عقودها تخلص، وكل الاندية عندها لعيبة مش عايزة تجدد، وكل الاندية عندها لعيبة هتمشي، وكل الأندية عندها استقدامات جاية في يناير، كل ده موجود لدى الجميع. هذا التكثيف الإعلامي وهذه الملاحقة الصحفية الدائمة للأهلي ولاعبته بالذات قبل المباريات المهمة شيء أصبح يمثل علامة استفهام كبيرة. الأهلي يدخل مرحلة شد الحزام، خلاف وشيك مع كارترون بسبب ترشيد النفقات، والشحات استثناء. الكلام في الأهرام المسائي إنه كارترون عايز لعيبة والأهلي بيشد الحزام وبيقول مفيش فلوس، لا يفتى ومستشار الصفقات موجود. الكلام ده غير حقيقي بالمرة. الاحتياجات الفنية احنا الناس شغالة والترشيحات موجودة وقد يكون في نتائج محتملة تعلن قريبا يعني. لكن مسألة ان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عارف ان فريق كره القدم مش بس رافض جماهيري لا ده فريق كره القدم بيضعك في تصنيف دولي، فهو النادي الاهلي حريص انه يرجع للرانكينج العالمي الاكثر تتويجا، هو مش بعيد أي. وعندنا فرصه ريال مدريد اهو السنه اللي فاتت خرج من الدوري أي. مش هيلعبها أي. فاعتقد ان احنا ده في ذهن المسؤولين. ثانياً أصبحت البطولات بتجيب لك فلوس صحيح. يعني ما هياش أنت مش بتصرف ولا تحصل على شيء فأنت بتصرف لو حصلت على البطولة الأفريقية فيها 3-4 مليون دولار أي. ما بين استعدادك لكأس العالم والأموال اللي هتاخدها وما بين الجائزة نفسها بتاعت البطولة الأفريقية أي. فليس صحيحاً بالصورة دي، انما لما الصحفي الكتب الكاتب الصحفي بيتكهن مش هتقدر تقول له تتكهن ليه، بس مش معقوله كله في يدي طاقه سلبيه للمتلقي يعني نفسي اقرا حاجه تدي طاقه ايجابيه
مش كله يعني ان في مشاكل وفي خناقه وخلاف. طب ما خلاف وشيك عرفتوا منين ان في خلاف؟ وشيك يعني ما حصلش. اه يعني لازم رصدوا ظل تكشيره على وش كارتيرون ها وكابتن خطيب كل منفصلا فربطوهم ببعض. اه ده عشان فتره اديتك شد حزام. انما احساسك انت ان النادي الاهلي دلوقتي مش بيستند الى احد عشان يدعم صفقاته ممكن يخليك تستنتج هذا الكلام، وهذا شأنك انت كاعلام ما نقدرش نصادر على رايك يعني. لكن المؤكد انما المؤكد ان مش بالصوره دي. لكن مش معنى كده انك هتنزل تنجرف كمان. ما هو كان عدم انجراف النادي الاهلي ان ما فيش فلوس، لا لان كنت هتبتدي تعمل تسعيره غير حقيقيه في الوسط الرياضي. لكن لما يكون عندك لعيب انت متاكد انه هيشكل اضافه حقيقيه انت مش هتبخل عليه ومش هتعمل جهدك انك تاخده. ده اللي اقدر اقوله لك. وعشان كده بقى وشيك. مفيش حاجه اسمها، انا بقول لك محتمل انك توصل لاخبار محتمل. مفيش حاجه في دنيا كرة القدم حتى لو خدت الاستغناء انت ما خلصتش صفقه. حتى لو اللاعب مضى انت ما خلصتش صفقه. صفقه تخلص بصدور الكارنيه والقيد. ساعه ما يصدر الكارنيه يقول لك مبروك الاهلي عمل صفقه. مش بشحات الغرام. هو يعني مش اسرار، ما الناس كلها عارفه ان الشحات في محور اهتمامات الاهلي وانديه اخرى. ايوه. وكل الناس عارفه ان الشحات يرغب بشده مهتم بالاهلي. يرغب. انا انما هل احنا نادي ما في طرف ثالث لازم يا جماعه واحنا بنتكلم؟ الشحات مش في المتناول. ده في نادي كبير ونادي مش محترم. مش فري. لو فري نتكلم نقول لك اه هيخلص ولا مش هيخلص. العين نادي محترم. العين وهيلعب كاس عالم انديه اسيويه. ففي حاجات لازم نحطها جنب بعضها. تاني حاجات طيب. اللي بنحطها جنب بعضها كتر. طيب برضه هحط لك حاجه جنب بعضها. الكلام على الموقف المالي، لانه الفتره اللي فاتت على حقوق رعايه النادي الاهلي انا عايز اقول للناس الكل يطمن. ده حتى ايجابيه الشحات اللي انت بتقول عليها هم حاطينها بشكل سلبي هنا. إيه؟ ان دي هتكون احد اسباب خلاف كارتيرون مع الاهلي انه مش متحمس للشحات. اشمعنى ده اللي هتفكر؟ يا راجل ده كلام النبي. الموقف المالي للاهلي، الناس النقطه اللي المهندس عدلي اشار اليها، يمكن الاجراءات بتاعه حقوق الرعايه والشركات الراعيه وكل ما تردد في الفتره اللي فاتت حول مصير العقود، عايز اكد لجمهور الاهلي انه تاكدوا انه دايما وابدا بفضل دعمكم للنادي الاهلي، بفضل شعبيه النادي الاهلي، بفضل الانضباط الاداري اللي بيقود العمل في النادي الاهلي تاريخيا، مش دلوقتي بس، كل ده عامل تراكم من السمعه الطيبه جدا اللي تخلي النادي الاهلي باستمرار هدف مرصود لكل الرعاه، ودايما وابدا الكل يسعى للارتباط بيه والكل يسعد ايضا للتعاقد معاه. فالمسألة تسير في أفضل اتجاهاتها. في كل الأحوال الأهلي ما عندوش مشكلة. تم فسخ التعاقد، تم الترسية على بدلاء، باع الأهلي لوحده، باع من خلال شركات، كل الإجراء القانوني اللي هيتاخد تأكدوا تماما وعندما تكتمل هيضمن للأهلي أفضل عوائد ممكنة. عندما تكتمل عودة المصابين هو ده الأهلي اللي هتحسوا بيه. في رامي ربيعة، في أجاييه، في معلول، في لعيبة كتيرة بتروح وتيجي لكن ما اكتملوش مع بعض. ما ده يروح وده يغيب، ده يروح وده، لكن لو اكتمل الفريق مع بعضه تعرفوا ان فرقتكم تقيلة بدعم خفيف. يمكن كل خط عايز لعيب. وفي خطوط مش عايزه على فكره. لكن مش ده مش وجهه نظري، لجنه الكوره هتعمل اللازم ان فريق الاهلي يظل في المقدمه. ان شاء الله. طيب
كارتروني يرحب بعودة صالح ولجنة الكرة تتحفظ لأسباب سلوكية. طب اتفضل. ده الوطن. برضو طاقة سلبية. حتى لما كارترون رحب لجنة الكرة، يعني الراجل في وادي ولجنة الكرة في وادي تاني. نجيب لك حسين الشحات، لا مش عاجبني. طب أنا عايز أرجع صالح جمعة، لا مش عاجبنا. يعني هو إيه ده؟ ده لو قاعدين ده، هل كارترون صرح بالكلام ده؟ يعني الكلام ده عرفوه منين يعني؟ وبعدين القضية مش بس صالح جمعة وكارترون، القضية مصير الخواجة نفسه. أنتوا عمركم شفتوا الأهلي بيقيم مدرب أثناء الموسم بناء على بطولة؟ فتلاقوا برضه في الأهرام المسائي الأهلي في اتجاهين. تيار يربط مصير كارترون بموقعة سطيف، يا سلام، وتيار تاني بيرفض الحساب بالقطعة. طب ما هي هو ده الثابت، هو ده الثابت باستمرار، انك انت الاهلي ما فيهوش حساب بالقطع، الاهلي بيقيم في نهايه الموسم، الاهلي عنده التزامات كامله الفريق بيأديها وفي نهايه الموسم بيكون التقييم. لكن ايضا نوع من تصدير هذه المشاكل بدري حتى وهي غير موجوده. بيقول لك ظهر تيار اخر يوصي بعدم ربط مصير المدرب الفرنسي بنتيجه لقاء ممثل الجزائر، خاصه ان المجلس وعد بعدم الحساب بالقطعه في برنامجه الانتخابي، على اساس ان ده اختراع. المجلس وعد في برنامجه الانتخابي انه مش هيحاسب بالقطعه. المجلس يعني بيعد بالحاجه الثابته والدائمه في النادي الاهلي. دي مسائل لا محتاجه لا وعود انتخابيه ولا كانت محتاجة أصلا حد يتوقف عندها. كارترون مدرب بيأدي عمل حتى الآن بنتائج هائلة جدا وواضحة للجميع، لجنة الكرة بتسنده بكل قوتها وبتحاول تلبي له كل الاحتياجات الفنية. غير كده ده نوع من تصدير الطاقة السلبية لجمهور الأهلي، ونوع من إثارة المشاكل بدري للجهاز وللعيبة. عندك إضافة؟ أنا بس الخبر هنا يقول لك إيه بقى؟ طبعا بيقولوا إن في استياء ومن الخسارة بالأربعة ثم الفوز بثلاثة بصعوبة بشق الأنفس، بجانب سبب الخلاف يعني، أو بجانب الكارت الأصفر يعني طلع ليه؟ بجانب إصرار المدرب الفرنسي على عدم التدخل في اختصاصه من قبل لجنة الكرة على وجه التحديد. هو مين تاني ممكن يدخل في اختصاصه؟ يعني مين يعني؟ سواء في عملية تحديد الصفقات الجديدة المنتظر أن يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي كان بين فيها الخبر الأولاني في نفس الصفحة. أيوه. إن الأهلي مش هيعمل صفقات. أيوه. ها؟ فبيقول لك وهنا ينتظر أن يبرمها النادي الأهلي. فكابتن مستر كارتون بيقول دي بتاعتي انا لوحدي. من امتى لجنه الكوره بتتدخل في اي عمل فني للمدير الفني خلال الموسم؟ او تحدد مصيره. من امتى؟ ده الكابتن صالح ولجنه الكوره اللي كان فيها العباقره كابتن حسن حمدي ها؟ جددت لهولمان وهو متخلف عن الزمالك ب 13 نقطة، وقاتل الماتش بنقطتين مش بثلاثة. صحيح. وقدرنا نكسب 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 لما عوضنا وخدنا الدوري. سنة. منين؟ وكابتن حسام البدري برضو اتعامل معاه نفس الموقف، كل الناس انك انت يعني تتمسك بيهم عشان تديلهم نوع من الاستقرار وعشان اللعيبة تعرف لا هم دول اللي موجودين معاكم لآخر الموسم. فالكلام كله ملوش سوابق والسند اليها يعني، تبقى مجرد اجتهادات. لكن حبينا نقول لحضراتكم بدري المساله ماشيه ازاي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف ماذا ينتظر المنتخب في لقاء الغد. اهلا بحضراتكم من جديد. في انتظار فوز يؤهل للكان،
الكان كأس الأمم الأفريقية. البطولة إن شاء الله هتكون العام القادم 2019 في الكاميرون. منتخب مصر فوزه في مباراة الغد مع سوازيلاند بإذن الله تعالى يحسم له التأهل عن هذه المجموعة. منتخب المباراة الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة، هيحكمها محمود علي محمود من السودان. منتخب تونس عنده 9 نقاط، منتخب مصر عنده 6 نقاط، سوازيلاند بدون نقطة، والنيجر الرابع أيضا عنده نقطة واحدة. سوازيلاند عنده نقطة والنيجر عنده نقطة، ومصر 9، تونس 9 ومصر 6. الجولة الرابعة بكرة في نفس التوقيت، سوازيلاند ومصر والنيجر مع تونس. طبعا النجم العالمي الكبير محمد صلاح هيغيب عن هذه المباراة لإصابته وسافر إلى ليفربول. صلاح محسن وأحمد علي كانوا غابوا عن مباراة القاهرة للإصابة أيضا. المؤتمر الفني للمباراة أو للاجتماع التقليدي أسفر عن أن منتخب مصر هيلعب بالأبيض مباراته أمام سوازيلاند. والمؤتمر اللي عقد النهاردة تم الاتفاق فيه على كل الترتيبات. المنتخب أو سوازيلاند طبعت 7000 تذكرة في الملعب فقط نتيجة للساعة المحدودة للملعب. الطاقم السوداني اللي أدار المباراة اللي هيدير المباراة حضر الاجتماع التقليدي وحرص على تسجيل كل الملاحظات للمنتخبين، ومفيش أي مشكلة ولا أي شكوى، لكن أجيري بيثير القلق في اتحاد الكرة. ده الهرم مسائل. والله برافو عليهم. في غضب بسبب استبعاده للنجوم والصدام مع جماهير القطبين. وبيقول التقرير انه اتحاد الكرة المسؤولين فيه متحفظين على اختيارات المدرب المكسيكي للعيبة. وشايف خلي بالك انت التدخل شيء، وانك وانت بتناقش تقرير تناقش التقرير. تفهمني؟ يعني ممكن جدا انت بتقول طب يا جماعة ايه اخبار فلان؟ انت ملاحظ ان فلان ده مختفي وانت كنت حاطط عليه امل، بيترد لك كذا، مش غير انك تقول له طب فلان ده لازم يلعب. انما انك انت من حقك تفهم موقف كل لاعب في الفرقه، ده ليس تدخلا. ايوه. بصوا الكابتن هاني رمزي المصري اليوم عمل معه حوار، هاني المدرب العام، واحد من المدربين الكبار. هنقف عند نقطتين فيه لأنه دي وجهات نظر لازم أن نحترمها ونناقشها كمان. سئل الكابتن هاني رمزي لماذا لم يتم ضم وليد سليمان رغم ظهوره بمستوى مميز مع الأهلي في الفترة الأخيرة. قال الكابتن هاني وليد سليمان لاعب مميز ظهر بمستوى طيب خلال المباريات الأخيرة، لكن إحنا كجهاز في المنتخب عندنا معايير واضحة في الاختيارات، فضلا عن أن طريقة أدائه لا تناسبنا بشكل كبير وهذا لا يقلل منه، إلى جانب أن يبلغ من العمر 33 سنة وإحنا عندنا اتجاه لتخفيض معدل الأعمار علشان نبني جيل جديد لـ 2022. هنا لازم نحيي هاني رمزي على هذا الوضوح حتى وإن اختلفنا معاه، بس في النهاية هي دي وجهة نظره الفنية، انه في معايير فنيه عند الجهاز. المعيار الاول اعمار اللاعبين في كل مركز علشان يبني جيل ل 20 بس. انا عايز اتوقف هنا عند عند كلمه وجهه نظر فنيه. ايوه. لا هو ملوش وجهه نظر فنيه. عايز تقول ان الخواجه هو صح؟ هو بين هو له وجهه نظر يقولها للخواجه، لكن القرار عند الخواجه. لما هو بيقول لك احنا كجهاز فني عندنا هو سياسه. هو سياسه المعايير مين اللي حطها؟ الخواجه. الخواجه طبعا. طيب يبقى مساله ان انا رايي، لا ما فيش واحد. لا هو ما قالش ده رايي، هو بيقول لك عندنا احنا كجهاز. هو بيتكلم على خلاص المؤسسه او كجهاز. او الجهاز عنده رؤيه، عنده دي رؤيته اللي اتفقنا عليها بالظبط، واللي هو مسؤول عنها بالتاكيد هيكون مدير فني طبعا. أولا هو لم ينكر على وليد سليمان تميزه وتألقه ومستواه العالي، فقال ده شيء واضح جدا، بس احنا طريقة لعب وليد هو طبعا النقطة اللي تضاف في السياق ده المراكز.
المركز اللي هيلعب فيه هو عنده من هو أصغر، عنده ما هو أكثر إقناعا ليه هو. دي في الأول وفي الآخر مسألة تخص الجهاز، لكن في رغبة في الوضوح وفي معايير معلنة. يبقى ده رأي الجهاز الفني حتى وإن اختلفنا معاه في الرأي، بس هي دي وجهة نظره الفنية. سؤال كمان طبعا عبد الله السعيد قال لك ينطبق عليه نفس الأمر. طيب قالوا له يعني كده عبد الله ووليد مش هينضموا للمنتخب نهائيا؟ بس قال لهم انا ما قلتش كده. هو ضم احمد علي. محمد علي الفرود بتاع المقاولين تقصد؟ احمد علي. احمد علي وهو ظاهر الحقيقه احمد ظاهر بمستوى جيد من بدايه الموسم. وضم محمد محمود مكان احمد علي، احمد علي خرج. اصيب ده موضوع تاني، لكن هو اختاره. قال انا ما قلتش قبل كده، لكن عشان نبقى واضحين احنا هنركز على اللعيبه الاصغر سنا لاعتبارات بناء المرحله اللي جايه. ده توجه يعلن فيبقى واضح للجميع. طيب في السياق نفسه بقى، هل معنى كده احمد فتحي هينضم لنفس اللعيبه المستبعده؟ قال هاني رمزي الوضع يختلف بالنسبه لاحمد فتحي. هو لاعب مقاتل بيجيد اللعب في اكثر من مركز، ممكن تكون طريقة أدائنا تعتمد على أن يكون الظهير الأيمن عنده قدرات هجومية، وده اللي بيجيده دلوقتي أحمد المحمدي، لكن هذا لا يعني أن فرصة أحمد فتحي ضئيلة، بالعكس فرصه موجودة. ده كلام الكابتن هاني رمزي. النقطة المهمة جدا، لأنه لما طرحنا فكرة اعتبار لعيب شمال أفريقيا لعيبة محليين وينطبق عليهم نفس كونهم لعيبه مصريين في الداخل، ناس كتيره كان وجهه نظر اعتراضها مصلحه المنتخب. المنتخب هيجيب القاعده بتاعته منين؟ هيستدعي لعيبه منين؟ وانت هتشيل له نص اللعيبه. فالكابتن هاني رمزي تعرض لهذه الجزئيه بوضوح شديد يحيى عليه. قال هاني رمزي هذا قرار فاشل هيدمر الكره المصريه، بيتعارض مع رغبتنا في الجهاز الفني للمنتخب في تجديد دماء المنتخبات الوطنيه، ويجب أن نتصدى له جميعا حفاظا على مستقبل لاعبينا. أنا أعتقد ده تصريح صريح وواضح من مدرب المنتخب، خاصة لما يبقى الكلام على أنه فيه نية لكده، فيقول لا يا جماعة ده هيدمر مصلحة الكرة وهيضر بكل المنتخبات. بس كده عايز أدرس. ولازما كلنا نكون ضد هذا التوجه. ولكن تشعر أن في رغبة داخل اتحاد الكرة في تمرير قرار جاءت على لسان الكابتن عصام عبد الفتاح. لا، ولسان المهندس هاني وليد لما قال لك هو اقتراح جيد. لكنه قال لك محتاج يعني دراسه. يعني حكم عليه انه جيد. ماشي، قال لك محتاج دراسه. ما احنا ما بنقولش حاجه يا ابراهيم. بقول لك كان قال خرق. انما تشعر انه هو مقتنع بيه. يعني كلمه جيد الصفه. طيب لما يبقى رئيس الاتحاد مقتنع بيه وعضو مجلس اداره في الاتحاد بيتبناه. كويس، ومدرب المنتخب يصفوا بانه ده قرار مجمل. هنا بقى الدراسه الامل الوحيد في المدير الفني للاتحاد وجهاز واجهزه المنتخبات. لكن لو هم ضربوا بارائهم عرض الحائط ده موضوع تاني. سئل برضه كابتن هاني رمزي كمدرب للمنتخب عن رايه في الاهلي والمصري في بطولتي افريقيا. قال الاهلي الأقرب لحصد البطولة إن شاء الله، والمصري بيحقق إنجاز وطفرة كبيرة مع حسام حسن وعنده فرصة في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية. ده كلام الكابتن هاني رمزي في حوار مهم مع المصري اليوم. في الجمهورية وبمناسبة المنتخب، الأستاذ محمود معروف يا أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة اسكت لله. أنا مش عارف مين اللي مطلوب منه دقيقة سكوت بجد، لأنه إذا كنا بنطالب الجماهير بوحدة الصف خلف المنتخب الوطني، وإذا كنا بنتكلم على أنه ده منتخب البلد اللي بيخوض غمار منافسات مهمة، لازم الكل يكون معاه على قرب رجل واحد علشان نقدر نعمل حاجة للمنتخب. إذا كنا بنطالب الجماهير في السوشيال ميديا وفي كل مساحات الرأي إن هي تجتمع وتتوحد ما تنقسمش، فده لا يتسق أبدا مع الكلام اللي هتقروه.
دي دعوة شديدة جدا للانقسام فيما بين الجماهير على الأهلي والزمالك. ألاقي الأستاذ محمود معروف بيقول في الشوط الثاني وجدنا فريقا مغايرا تماما، لا روح لا انتماء لا أداء، بل عشوائية شارك فيها كل اللاعبين بما في ذلك محمد الشناوي حارس المرمى الذي دخل مرماه هدف من الجون للجون، معرفش ازاي دي، لأنه ترك المرمى وسرح في أرض الملعب بلا انضباط، وهو واثق أن أحمد ناجي مدرب الحراس سيشركه حتما لأنه حارس الأهلي، ولا يشرك من هو أفضل منه، وأقصد محمد عواد لأنه ابن البطة السوداء. شوف الكلام الوقيعة، ويلعب في الإسماعيلي النغمة، وبعدين رجع افتكر أنه مش في الإسماعيلي، قال لك ولم يشفع له الانتقال للعب في الخليج، لكن ولاء ناجي للأهلي ولا يهمه غير الأهلي ولا يهمه المنتخب أو غيره، ولا أعرف متى يلعب محمد عواد وجنش إذا لم يلعب أمام أضعف فريق في أفريقيا وهو سويسرلاند. انتماء ناجي للأهلي وليس للمنتخب. بصوا الطعن في ولاء مدرب والطعن في انتمائه لبلده. أنا شخصيا اتضايقت لما لقيت الناس منقسمة. هو الجون اللي جه فينا من سويسرلاند غلطة طارق حامد الواضحة والصريحة في التعامل مع الكورة مع مهاجم سويسرلاند، ولا خطأ الشناوي انه متقدم. الشناوي خطأ انه اتقدم، المفترض بمجرد ما اللاعب اتقطعت منه الكورة زميله كان يرجع خطوتين لورا. ده من الناحية الفنية. أنا شخصيا ضايقني جدا ان الناس تنقسم ما بين طارق حامد. طارق حامد أخطأ والشناوي أخطأ، كل اللي عمله مش ان في جون دخل بغلطة ازاي نعالجها، لا نشيلها لمين؟ ومش بس تشيل، ده انت كمان تتهم منها. يعني عايز اقول حاجة. هو كابتن ناجي لما راح يلعب بطولة افريقيا كان مين الاجوان اللي معاه؟ الشناوي، الحضري، اكرامي. ابتدى بمين؟ الشناوي. أيه. ما ابتداش بإكرامي ليه؟ صحيح. ولما تعور شناوي الزمالك تقصد؟ شناوي الزمالك مش شناوي الأهلي. شناوي الزمالك. ايوه. لما تعور الشناوي لعب بمين؟ بالحضري. بالحضري. وكان هو ناجي. وهو كابتن ناجي، هو هو نفس ال مسألة ان الكابتن عواد يلعب، هو جدير انه يلعب. جنش عامل مباراه هايله جدا وجدير انه يلعب، لكن اشكاليه حراس المرمى المدرسه اللي هي الاغلب على مستوى العالم بيلعبوا جون لحد ما يصاب. عملت ليت الروتيشن في المركز ده صعبه، ناس كتير ما بتعمل ده، توجه في كل المنتخبات. لما الثلاثة يبقوا جاهزين ممكن تيجي تقول لي ايه، ما هو ده مش ماتش ودي. لو ماتش ودي كنت مع الكابتن مع محمود. انما انت ما انتش عارف انك هتكسب 4-0، ها؟ فتقوم تلعب يعني يا كابتن محمود الماتش الجاي تنصح انه غير بقى الفريق الاساسي ويلعب يدي فرص. ده كلامه. المدربين بيفكروا بطريقه انا دلوقتي عايز عندي هدف احققه وبعدين اعمل كده بالظبط. فمساله ان هو يعني اللي يرد فيدي هاني ناجي، احنا مش هنكون بالوكال، بس مش عاجبني طريقه الكتابه. طريقه الكتابه فيها توقيع بالاهلي والاسماعيلي. سيبك بقى من المنتخب عشان البطه السوداء اللي هي الاسماعيلي، النغمه اللي مش بيمل والله اصرار ولا ابدا هيحيدوا عن طريقته. اصرار الفتنه لسه الاسماعيلي البطه السوداء، طلع انه مش في الاسماعيلي. اما من باب الاحتياط قال لك ولم يشفع له. ايه ده؟ احنا هنفضل كده كتير؟ يعني ده احنا يا جماعه ده احنا في اخر ايامنا كلنا. الغريب كمان مش كلنا،
يعني اللي احنا بنكلم بعض. بص كل ناس يعني ربنا يديها الصحة وطولة العمر، لكن في النهاية في كلمة وفي مسؤولية. ما انا بتكلم على دي. ايه دي يا كابتن؟ يا كابتن محمود والله العظيم انت اكبر من كده بكتير. الكلام ده ما كنت بتعمله وانت لسه بادي صحافة، كان في سبب الانتشار، انت عايز تأكد نفسه والانتشار وانك انت توضح انتمائك. بس انت دلوقتي لازم تحط نفسك فوق الانتماءات كلها. انت زعلان من ناجي وبتعاتبه بمعيار انت مش بتطبقه على نفسك. طيب هو بيحب الاهلي وانت كاره للاهلي، يعني ما بتدوروش غير على السلبيات؟ وبعدين يعني مفترض انه يبقوا عارف انه قرار اختيار اللعيبه بما فيهم حارس المرمى قرار المدير الفني. يعني هذا الرجل المكسيكي ايوه له رؤيه وله راي وهو له قرار. سيبك المدرب الحراس بيجهز كل الاجوان، ممكن المدرب يستشيره لكن في النهايه القرار في الاختيار قرار المدير الفني قولا واحدا. مفيش حد هيفرض الا اذا كان الراجل عنده ثقه كبيره جدا في مدرب الحراس ومش قادر يفاضل بين المتاحين عنده. ايه رايك؟ طب انت فلان، هيقول له انا رايي فلان. يعني هو ياخد بيه او ما ياخدش بيه؟ لا هيقول له ايه؟ ممكن ياخد براي المدير الفني لما يقول له مين الجاهزين عندك، يقول له فلان ده أجز من الاثنين التانيين، أو ده عنده ألم أخاف أغامر بيه، فهنا ياخد برأيه. لكن لو قالوا الثلاثة جاهزين بقى قرار مين؟ المدير الفني بس. وبعدين ما هو ده نفسه الأهلي اللي ابنه هاني رمزي المدرب العام اللي بيتكلم على أفضل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي وليد سليمان، إنه في حسابات فنية ومعايير الجهاز حاططها. هو نفسه إذا كان أحمد ناجي ابن الأهلي، هاني رمزي ابن الأهلي. إذا كان الشناوي ابن الأهلي، وليد سليمان ابن الأهلي. إزاي يا سيدي يبقى ومع فيه. هذا في الجزئية الأولانية قلنا لكم إذا كان في جهاز عنده معايير بيعلنها تتعلق بأعمار اللاعبين أو طبيعة المركز أو طريقة الأداء نحترمها. نحترمها بدون أي نقاش، لأنه في النهاية هو الجهاز المسؤول وهو اللي هيتحاسب. لكن الوقيعة وإثارة الفتنة بين الجماهير وبعد كده نسأل هو اللي حصل حصل ليه، والمشاكل والدم والإثارة والقتل كل ده كان ليه؟ من وراء كل هذه الأسافين وكل هذه الفتن اللي بتثار وتغر صدور الجماهير، مجرد إشراك حارس، أصل ده ابن البطة السوداء. شوفوا تصدير لن يكون مصدق إن الجون دخل. وبعدين يقول لك من الجون للجون، يعني ايه من الجون للجون؟ انت ما جبتش سيره طارق حامد ما دام هتنزل لمستوى الكلام بالطريقه دي. ما جبتش سيره طارق حامد انه اخطا. هو ليه متقدم؟ لان الكوره معانا. اتقطعت الكوره. كان لازم يرجع، ما رجعش. لحظه واحده، اذا كان عنده وقت يرجع وما رجعش تبقى مسؤوليته، اذا ما كانش عنده وقت يرجع خلاص. في النهايه في خطا فني مشترك بين الشناوي وبين طارق حامد. لا يجب ان احنا نقف عند انه طارق حامد بيلعب في الزمالك او الشناوي حارس الاهلي. ولا دافع عن الشناوي ولا هو يهاجم الشناوي. صحيح. ولا دافع عن طارق حامد ولا انا هاجم طارق حامد. دي كوره ممكن يحصل فيها اي حاجه. جيري عقد مؤتمر صحفي في سوازيلاند، قال ان احنا الاكثر تهديفا وان انا لعبت مع المنتخب حتى الان، احرزت 10 اهداف خلال مباراتي النيجر وسوازيلاند، اصبحنا الاكثر تهديفا. قال ليس معنى ان احنا بنسجل هذا العدد من الاهداف فده هيكون متاح في المباريات اللي جايه، كل مباراه ليها ظروفها. قال ان انا بهتم بالعامل النفسي للعيبه، يجب ان تشعر اللاعب بانه فرد من عائلتك، بيتكلم على علاقته باللعيبه كويسه جدا، وانك قريب منه كي تستفزه وتستخرج منه ما تريد وتجعله يخرج اقصى ما عنده في التدريبات والمباريات. أحمد المحمدي اللي حصل على فرصة مع أجيري قال إنه المدرب المكسيكي منحني شارة قيادة المنتخب ومفيش أزمة لدى النني أو صلاح اللي بيغيب عن المشاركة، وقال إنه بيتمنى زيادة عدد المحترفين في الدوري الإنجليزي، وتحدث عن العلاقة الطيبة اللي بتربطه مع كل اللعيبة بما في مصلحة المنتخب إن شاء الله. والحقيقة أنا كنت بعتب على الكابتن محمدي إن الواحد مش شايف له بصمة، يعني بيروح ويجي ويسافر ساعات ما بتتذكرش إن هو جه موجود. الماتش ده بالذات كان له تأثير،
يعني هو جاب جون وصنع جون. طيب فالحقيقة هل إحساسه بالمسؤولية ككابتن وراء هذا هعتبره تألق يعني، وأرجو أن يستمر عليه. كل التوفيق للمنتخب بكرة إن شاء الله علشان نحسم التأهل لنهاية الأمم الأفريقية، ونستعد بجدية لما هو قادم إن شاء الله. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.